السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم من تيم اور، والنهاردة هنشرح محاضرة بعنوان البين فول اير. هنعرف خلال المحاضرة ايه هو النيرف سبلاي للاير، ومن خلاله هنعرف ايه هي اسباب البين فول اير او ايه هي اسباب وجع الاذن. انت كدكتور ايه ان دي جاي لك مريض بيشتكي من ودنه بتوجع، طيب انا المفروض احدد سبب المشكلة دي ايه. هل هي فعليا المشكلة في الاذن ولا حاجة تانية؟ لو هي في الأذن، هل هي بسبب مثلا تروما أو خبطة؟ هل هي بسبب انفلاميشن في الأذن؟ طب لو هي بقى مش بسبب الأذن وجاية من مكان تاني، جاية من مكان تاني بناء على ايه؟ بناء على النيرف سبلاي. ان الأذن بيكون لها نفس النيرف سبلاي بتاع أورجان تاني، فلما بيحصل مشكلة في الأورجان أو العضو ده بيبتدي يسمع في نفس في اي حاجه بقى بتاخد نفس النيرف سبلاي بتاعه ومنها الاذن. فهنا في خلال المحاضره باذن الله هنعرف النيرف سبلاي في اير، هنعرف اسباب البين فول اير سواء كانت لوكال يعني مصدرها الاذن او ريفيرد يعني مصدرها حاجه تانية غير الاذن، ولو هي لوكال هتبقى تروماتيك سببها تروما يعني او انفلاماتوري. فاحنا هناخد الامثله باذن الله، هنتكلم على الهيماتوم اوف ذا اوريكل، هنتكلم على رابشر اوف تيمبانيك ممبرين او اسباب انخرام طبله الودن، او الاوتاتيك بارامترز الباراتروما اوتاتيك باراتروما دي بسببها يعني بسبب تغير الضغط حوالين الاذن، ده بيروح يعمل رابشر في التيمبانيك ممبرين. هنتكلم عليها هنت بسيط لان هي تقريبا لها موضوع قدام باستفاضه يعني. بعد كده هنتكلم على الانفلاماتوري، هل المشكله اللي في الودن دي بسببها انفلاميشن التهابات يعني زي مثلا البريكوندرايتس اوتيتس اكسترنا اكيد سابيراتيف اوتيتس ميديا ولا كومبليكيتد كرونيك سابيراتيف اوتيتس ميديا. مبدئيا النوعين الاخرانيين دول هنتكلم عليهم باستفاضه جدا قدام، ولكن عايزه اذكر حاجه بسيطه. لما اتكلم على بين فول اير واذكر الاكيوت سابيراتيف اوتيتس ميديا لازم تقول لي بيفور بيرفوريشن، بيفور بيرفوريشن. طب ليه؟ قال لك علشان خاطر انا عندي في الاكيوت سابيراتيف اوتيتس ميديا دي في بص، والبص اللي طالع ده بيروح يضغط على بيروح يضغط لي على طبله الودن، بص عمال يضغط على طبله الودن عمال يضغط عمال يضغط، هو ده اللي بيسبب الالم. طيب لو هي بقى ما فيهاش بص، لو هي ما فيهاش بص مفيش حاجه هتضغط، فمش هيكون في حاجه مصدر الالم. تاني حاجه ان انا بقى عندي ايه في الاكيوت سيبيريتيف اوتيتس ميديا، لما بيحصل بيرفوريشن طبله الودن بتتخرم، فالبص كله بيخرج ويقعد يحصل ديسشارج بره. طيب انا دلوقتي برضو ما عنديش حاجه تسبب الم طالما ما فيهاش ضغط، يبقى انا لما اقول اكيوت سيبيريتيف اوتيتس ميديا في البين فول اير تعرف ان هي ايه بيفور بيرفوريشن. وكذلك الكرونيك، الكرونيك والاكيوت الاثنين عمرهم ما بيكونوا بين فول الا في حاله ايه، الاكيوت لما يكون بيفور بيرفوريشن، والكرونيك لما بتعمل كومبليكيشن او اكسسربيشن او انها تبقى ايه مالجنت ترانسفورميشن. يبقى انا عندي في الانفلاماتوري هنبدا ندرس النهارده هنتكلم على الهيماتوم اوف ذا اوريكل، هنتكلم باستفاضه على رابشر اوف تيمبانيك ممبرين، وناخد هنت بسيط على الاوتاتيك باروتروما، وبرده هنتكلم على الانفلاماتوري ناخد منهم البريكوندرايتس، هنتكلم على الاوتيتس اكسترنا في المحاضره دي، مش هنتكلم على ايه الاكيوت ولا الكرونيك سيبيريتيف اوتيتس ميديا. طيب الريفيرد كوزس، قبل ما اتكلم على الريفيرد كوزس كان لازم الاول ندرس النيرف سبلاي في زئير علشان اقدر افرق بين كل دول. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. النيرف سبلاي في زئير هنقسمها لثلاث حاجات، الاير هنقسمها الاوريكل الجزء الخارجي خالص، الاكسترنال اوديتري كانال اللي هي الاكسترنال اير يعني، والميدل اير والميكوزا بتاعت الميدل اير تحديدا يعني. انا دلوقتي عندي الاوريكل اللي هو الجزء اللي بره ده، الحته اللي فيها كارتليدج، هنقسم الجزئين، جزء اوتر اللي هو قدام اللي بيبقى احنا شايفينه، والجزء الانر اللي هو بيبقى ورا اللي احنا مش شايفينه اللي هو بتقلبه كده وتشوفه من ورا. ولو جينا بصينا في الرسمه دي ايوه تعالي استغفر الله شكلها مش هتيجي، ولا عايزه كونتينيو سكرولينج. لو جينا بصينا على الرسمه دي هو ده الاوريكل اللي بره ده، والناحيه اللي ورا بقى اللي انا مش شايفاها دي هي بتبقى ايه الانر اسبيكت. فاحنا بنتكلم دلوقتي على الاوتر اسبيكت، الاوتر اسبيكت اللي هو بنسميه فيشيال، فانا هقسمه لجزئين تلتين فوق وتلت تحت، يبقى ابر تو ثيرد ولور وان ثيرد. يبقى الجزء الفيشيال قسمته تلتين، تلتين فوق وتلت تحت. التلتين اللي فوق دول بياخدوا من برانش جاي لي من التراي جيمينال اسمه الاوريكولو تيمبرال نيرف، يبقى ده الاوريكولو تيمبرال اللي جاي من ايه من التراي جيمينال. بعد كده اللور وان ثيرد ده بياخد من برانش جاي لي من سي 2 و 3 بنسميه جريت اوريكولر، بنسميه جريت اوريكولر. نيجي بقى نبص على الانر اسبيكت او الجزء اللي ورا، الانر اسبيكت قسمته عكس بقى ابر وان ثيرد ولور تو ثيرد. اللور تو ثيرد دول بياخدوا مع اللور وان ثيرد اللي كان قدام بياخدوا برده معاه من فين، من سي 2 3 اللي هما جريت اوريكولر نيرف. يبقى البرانش اللي اسمه جريت اوريكولار نيرف بيدي مين؟ بيدي
من الانتيريور بارت اللور 1 ثيرد، ومن البوستيريور بارت بيديني ايه؟ يديني اللور 2 ثيرد. بقى معنى الجزء الاخير ده اللي هو الجزء الابر 1 ثيرد ده بياخد من من سي 2 اللي هو الليسر اوكسيبيتال نيرف، الليسر اوكسيبيتال نيرف. فانا دلوقتي عندي عرفت الاوريكل بياخد ازاي. قال لك احنا هنقسمه جزئين، اوتر وانر. اوتر ده اللي هو بره بنسميه فيشل، واللي جوه بنسميه ايه؟ اللي ورا اللي بنسميه الانر. فانا دلوقتي عندي اللي قدام سميته فيشل، وقلت لك ان انا عندي ايه؟ ابر تو ثيرد وان لور وان ثيرد. ابر تو ثيرد بياخده من الترايجيمينال برانش اسمه اوريكل تمبرال. اللور وان ثيرد ده بياخد من الجريت اوريكولار نيرف سي 2 و 3. لما قلت لك دي لور وان ثيرد عندي ورا، اللور تو ثيرد بياخده من نفس المكان اللي هو اللي هو بياخد من جريت اوريكولار سي 2 و 3. نيجي بقى معانا اللي هو الابر وان ثيرد. الابر وان ثيرد ده بياخد من فين؟ من سي 2 اللي هو الليسر اوكسيبيتال نيرف. تمام تمام. نيجي بقى ندخل على الاكسترنال اوديتري كانال. الاكسترنال اوديتري كانال ديت بتاخد من فين؟ انا هي برضو والاوتر اسبيكت اوف الدرام بياخد من نفس النيرف سبلاي، بس انا قسمهم انتيريور تو ثيرد وبوستيريور وان ثيرد. انتيريور تو ثيرد الجزء النص اللي ناحيه قدام، والبوستيريور تو ثيرد اللي هو ناحيه ورا. فاحنا لازم نشتغل على انتيريور، بياخد من ياخد من الاوريكال تمبرال نيرف اللي جاي من الترايجيمينال. زي مين؟ زي اللي فوق اللي هو كان ايه؟ الابر تو ثيرد بوستيريور بارت اوف اوريكال. الاوريكال من بره، الاوريكال من قدام، السنتين اللي فوق كانوا بياخدوا من الاوريكال تمبرال نيرف اللي جاي من الترايجيمينال. نفس النيرف ده بيروح يدي الانتيريور تو ثيرد الاكسترنال اوديتري كانال. نيجي بقى بوستيريور وان ثيرد بياخد من الارنولد الارنولد فانس اوف ريجر. يعني دي نسبه 3 من 10 في جراس من اسم الارنولد فانس. طب ياخد بوستيريور وان ثيرد ايه ده؟ الاكسترنال اوديتري كانال ده برضه بيروح يغذي اللارنك في الثيرويد. عشان انا بيحصل مشكله في اللارنك في الثيرويد معرفش ان الودن اتكسر، فبياخدوا ايه؟ نفس اللي سبلاي. احنا دلوقتي عرفنا السيستم الاوديتري كانال بتاخد ايه؟ هناخدها برضه الانتيريور تو ثيرد وبوستيريور وان ثيرد. الانتيريور عباره عن ايه؟ بيديله برانش اسمه اوريكل تمبرال نيرف جاي من الترايجيمينال. البوستيريور وان ثيرد الثيرد بقى اللي هو خاص يعني البوستيريور خاص بياخد الارنولد ارنولد فرانك اوف بيجر. وعرفنا برضه نتكلم بقى على الميدل ايد ميتوزا. الميدل ايد ميتوزا او الميتوزا بتاعت الاذن. عندي برانش اسمه ذا كوكسون برانش. ذا كوكسون برانش ده برانش بين البوست فارنجيال نفس البرانش اللي احنا غزي البيجر و ال. فما تستغربش لما يحصل مشكله في التانجا او في الفارينكس الودن تتاثر. اذا هما الاثنين نفس النيرف سبلاي بياخدوا من ايه؟ من الجلوسو فارينجيال نيرف. يعني كده تاني بسرعه يلا. الاوريكل عندنا قسمناه جزء قدام وجزء ورا. الجزء اللي قدام قسمته تلتين فوق وتلت تحت. التلتين اللي فوق دول بياخدوا من الاوريكل تمبرال نيرف من الترايجيمينال. هذا النيرف بيروح يغذي مين؟ الانتيريور هاف اوف ذا اكسترنال اوديتري كانال سيرفيس اوف ذا رب. بعد كده هنتكلم على اللور 1 ثيرد واللور 2 ثيرد من البوستيريور هاف من البوستيريور بارت. اللور 1 ثيرد ده بياخد من الجهاز اوريكولار اللي هو بيجي من فين؟ سي 2 و 3. وبرده احنا عرفنا الجهاز اوريكولار ده بيروح يدي مين؟ بيروح يدي الجزء اللور 2 ثيرد من السيرفيكال بارت. بعد كده الابر 1 ثيرد من السيرفيكال بارت ده بياخد من الاوكسيبيتال نيرف الليسر اوكسيبيتال اللي هو ايه؟ سي 2. ماشي تمام. قلنا برده في الاكسترنال اوديتري كانال ان الانتيير هاف بياخد من الاوريكولار تمبرال برانش اللي جاي من الترايجيمينال. البوستيريور وان ثيرد بياخد من ارنولد برانش اوف فيجاس، والفيجاس بيروح يدي لارنكس والثايرويد. الميدل اير بقى ميدل اير ميكوزا بيجي لها برانش اسمه جاكوبسون برانش ده بيجي من الجلوسو فارينجيال نيرف وبيدي مين؟ الجلوسو فارينجيال بيروح يدي الفارينكس والبيز اوف ذا تانج. احنا كده خلصنا النيرف سبلاي اوف ذا اي. نبدا بقى في المحاضره دي. انا عندي اسباب البين اوف ذا اير، قلت لك انا عندي لوكال كوزس والثيرد كوزس. لوكال كوزس بنسميها اوتودينيا، ودي بيكون مصدر الالم في الاذن هو ايه؟ الاذن نفسها. لكن الثيرد اوتالجيا يعني مصدر الالم حاجه ثانيه بره الاذن. فنيجي نتكلم على اللوكال. ممكن تكون تروماتيك، ممكن تكون انفلاماتوري. تروماتيك يعني الشخص ده عنده هيماتوما في الاوريكل، هيماتوما يعني تجمع دموي في الاوريكل. طيب تاني حاجه رابش الاوبن باريك ممبرين يلمع طبله الودن اتخربت، يبقى انا هجيبهم من بره لجوه. هيماتوما في الاوريكل وانت داخل هتلاقي التمبايك ممبرين فبيحصل له رابشر. او في نفس الحاجه برضه الاوتيتيك بارت روما ان الميدل اير مش عارفه تمانج الايه التغير في الضغط ده. يبقى انا عندي من وانا بره لجوه عندي ايه؟ الهيماتوما في الاوريكل، عندي رابشر في التمبايك ممبرين. ثالث حاجه ايه؟ اوتيتيك بارت روما. تمام تمام. نتكلم بقى على الانفلاماتوري. ممكن تكون بريكوندرايتس وتايتس اكسترنا، ودول هناخدهم بالتفصيل دلوقتي. وعرفنا طبعا لما يقول لي اكيد سبيرت بتايتس ميديا هقول له ايه؟ بيفور بيرفوريشن. بالكرونيك قال لك الكرونيك عمرها ما تكون بينفول الا في حاله الكومبليكيشن لما او يحصل اكسربيشن او انها تقلب ملاجئ ده ترانسفورميشن. يبقى ده كلام ايه؟ بديهي. تمام. نتكلم بقى على الريفيرد.
او نوستالجيا. قال لك احنا عندنا الفينسكرينيال نيرف، الفينسكرينيال نيرف اللي هو تراي جيمينال، كنا عارفين هو بيدي ايه، بيدي الاوريكل اللي هو الابر هاف الابر ثيرد من الاوريكل من قدام، وبيروح يدي برضو الانتيريور هاف من الاكسترنال اوديتي كانال، وده بيروح يغذي النوز والنيزو فارينكس والتيز. فلما يحصل مشكله في النوز زي مثلا السينوسايتس اللي هو التهاب الدبي الانفيه هيسمع في الودن، او النيزو فارينكس لما يوصل للشخص ده يشيل اللحميه او ان هو يبقى عنده تيومر في الادينويد برضو ده هيسمع في الاذن. فلما الشخص يبقى عنده اللوز يبقى عنده اللحميه ورمه او فيها انفلاميشن يعني يشتكي من ودنه وما تستغربش دي حاجه بديهيه. التيز بقى قالك ان مثلا احنا عندنا بيقول لك امباكتد لوور ويزدم تو، ان ضرس العقل طلع بالعرض، او الدنتال كيرز اللي هي تسوسات الاسنان، او مالك نوجا اللي هو مثلا الناس اللي اسنانها مش بتبقى مظبوطه. عندك صوره هي دي الدنتال مالك نوجا، شكل الاسنان مش مظبوط، الرصه بتاعتهم مش زي الطبيعي المفروض تبقى موجوده. يبقى انا عندي الفيفس كرينيال نيرف ده بيروح يغذي النوز والنيزو فارينكس والتيس. فلما يحصل سينوسايتس او ان تلاقي فيها ادينكتومي او تيومر او ان ضرس العقل او مشاكل في الاسنان، الشخص ده هتلاقي مثلا لو في اي مشكله من دول عادي يسمع في ودنه. اذا هستبعد بقى ان المشكله في الاذن، خلاص احنا عرفنا ده، ونعالج ايه مثلا نعالج تسوس الاسنان، ممكن نعمله تقويم لو مالك لوجن، او مثلا نعدل ضرس العقل او نخلع له في مشكله. تاني حاجه عندنا السيفنس كرينيال نيرف، السيفنس ده اللي هو ايه اللي هو الفيشيال نيرف. احنا عارفين طبعا ان الفيشيا كان بيجي له مرض اسمه الهربس، الهربس احنا عارفين السيمبلكس، لكن دلوقتي في مرض خطير جدا اسمه الهربس زوستر، وده بيكون سببه بفيروس يروح ياثر على الوجه. فلو انا عندي هربس زوستر في الوجه ممكن الالم بتاعه ده يسمع فيه الاذن. بعد كده عندنا التنس نيرف، وده بيكون مين اللي هو عباره عن جلوسوفارينجل اللي بيديني برانش اسمه زاكوبس نيرف عشان يدي الميكوزا بتاعه الميدل اير، ده بيروح بيدي التانج وبيدي الفارينكس. فعشان لما تلاقي ألسر في التانج او تيومر في التانج ما تستغربش ان ودنه بتوجعه. والفارينكس قالك انت عندك لو في مثلا التهابات بتعمل صديد، او ان مثلا الشخص ده بيعمل تنسلكتومي، او ان هو عنده تيومر في الفارينكس، اذا كل ده هيسمع في الاذن فتلاقي الشخص ده ودنه بتوجعه. بعد كده عندنا التنس كرينيال نيرف، التنس نيرف اللي هو عباره عن الفيجاس، الفيجاس بيديني ارنولد برانش اللي هو بيدي البوستيريور هاف من الاكسترنال اوديتري كانال والايردرام. الارنولد برانش اللي جاي من الفيجاس ده برضو بيروح ايه يدي الاذن، الفيجاس كان بيدي اللارينكس. فلما تلاقي السر لارينكس او تلاقي تي بي، التي بي بيكون بينفول على فكره اهو، لكن لما يقولك سيفلس فرز ما بيبقاش بينفول لان بيبقى باظ النيرفات. فلما يبقى تي بي او في السر او في كانسر لارينكس او كانسر ثايرويد، كل دول ايه هيروحوا يسمعوا فين في الاذن. يبقى انا دلوقتي عرفت كل دول. بعد كده السكند والثيرد سيرفايكال، بصي في السيرفايكال اللي هما الفقرات السيرفايكال ممكن يحصل فيهم سبوندايلوزيس، او ان هو الفقرات الديسك يفرج منها، او مثلا يحصل سبازم، كل ده بيسبب ايه الم، الم في النيرفات دي بنسميها سيرفايكال ديسك ليجن او سيرفايكال ديسك برولابس، ان هما مثلا اتزنقوا فتلاقي مثلا الجزء اللي هو اسمه ايه مش فاكره القطعه العصبيه الموجوده هنا يعني خرجت، او ان هي اتزنقت فبتلاقي ان في الم شديد. يبقى احنا كده عرفنا الريفيرد اوتالجيا، الريفيرد بين يعني ممكن يكون جاي من الفيفس اللي هو ترايجيمينال اللي هو بيدي النوز والنيزوفارينكس والتيس. السيفنس ده بيدي مين؟ الهربس زوستر، بيدي الفيس اصلا وبيكون بسبب مرض اسمه الهربس زوستر اوتيكس. وعندنا التنس ده بيدي مين؟ التانج والفارينكس، لما يحصل السر في التانج او تيومر في التانج تبقى عارف ان هي جايه طبيعيا من هنا. وعندنا ايه الفارينكس زي مثلا في صديد او في تنسلكتومي او تيومر. بعد كده عندنا التنس نيرف اللي هو العاشر، بيجي بيدي للاذن عن طريق ارنولد برانش، ولكن هو بيدي برضه لارينكس. فلما تلاقي السر في اللارينكس او انك تلاقي تي بي او انك تلاقي السر او كانسر لارينكس ايه ما تستغربش ان الشخص ده ودنه بتوجعه، يبقى دي حاجه طبيعيه. بعد كده عندنا لما يبقى في مشكله في السيرفايكال ديسكس، او نحصل برولابس او انها تتزنق، او الشخص ده يفضل قاعد مده طويله كده رقبته مثلا معوجه او كده، ده بيحصل برولابس، او ان هو الشخص ده بيحصل له سبازم فبالتالي ايه هيسمع في ودنه ويبقى عنده الم في الاير، فما تستغربش من كل دول. نبدا كده بسم الله في الاوريكولار كونديشن. هنبدا الاوريكولار هيماتوما، قال لك هي بتبقى عباره عن كوليكشن اوف بلاد او تجمع دموي بين ذا اوريكولار كارتليج، تجمع دموي فين بين الاوريكولار كارتليج والبريكوندريم. يبقى انا عندي مثلا الكارتليج اهو وده البريكوندريم حواليه، فهنا بيبقى فيه تجمع دموي هنا كده بين الكارتليج وبين البريكوندريم. هل دي حاجه طبيعيه؟ دي مش حاجه طبيعيه، بس سببها كان ايه؟ قال لك ممكن يكون سببها تروما، وشرط ان طالما تروما تقول لي ايه ان هي بلانت تروما، يعني بحاجه مش حاده او بحاجه مش مدببه. يبقى لو انا عندي بلانت تروما هتعمل اوريكولار هيماتوما. طيب لو ما كانتش بلانت، نفرق مهم جدا تعرف ان دي بلانت، لان هي لو شاربه تروح تعمل لي لاسيريشن يعني تقطع لي، لكن لما تعمل تجمع دموي كده وتسكت تعرف ان هي كانت بلانت لان حاجه غير مدببه ما فتحتش، لكن لو شرب كانت هتفتح وتعمل لاسيريشن او تقطع لي المكان ده. طالما هي جايه من بلانت هيماتوما زي البوكسات او كده، فهنا بنسميها ايه بوكسر اير، بوكسر اير
يبقى البلانت او الهيماتومه جايه من بلانت تروما بنسميها بوكسر اي، يعني مثلا واحد ضرب واحد بالبوكس قامت مؤديه لتجمع الدم في بين الكارتليج وبين البريكوندريان بتاعه، فبالتالي منظرها كان زي ما احنا شايفين في الصوره دي. الكلينيكال بيكتشر قالك ان الاوريكل بيجي بينفول، الشخص بيجي الاوريكل بتاعه بيوجع وشكله احمر وسيستك زي ما احنا شايفين كده سيستك. لو هو في البدايه هتلاقي الدم اصلا فلويد، لكن لو بعد كده بتلاقي ايه ان الدم بقى كولكتد بتجلط، واحنا بنلاقي سويلنج في الاوريكل، الاوريكل بيبقى بينفول ريدش وبيبقى سيستك يعني شكله فيه سيستات كتير، والبلاد في البدايه بيبقى فلويد لكن لو بعد كده بيبقى ايه بيبقى كلوتد. الكومبليكيشنز انت عارفه ان في هيماتوما تجمع دموي مركون، اي حاجه مركونه بتبقى اكثر عرضه للانفكشن، يبقى اول كومبليكيشن يحصل لها انفكشن. طيب الانفكشن الموجوده دي بيبقى بيتكون فيها بصه او كده بتعمل بريكوندرايتس، بريكوندرايتس بيفصل الكارتليج عن البريكوندريوم اللي حواليه، فبالتالي مش بيوصل له اي دم، هيتمنع عنه الدم فيحصل ايه كارتليج نيكروزس، النيكروزس في الكارتليج بيهيل بفايبروزس، ولما هال بفايبروزس او حصل له ان اسمها ايه يعني مش هال اللي هي يعني التام بفايبروزس ابتدى يعمل ديفورميتي في الاير، فبتبقى شكلها كل فلاور اير، كل فلاور اير زي الصوره اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي كده. الاذن وهي بتلتحم او هي بتلتئم مره تانية بتعمل ايه بتتضم كده كان شكل الارنبيطه. بعد كده التريتمنت، انا عرفت المشكله نعرف الحل، انا دلوقتي عندي دم متجمع فانا عايز امنع اي انفكشن انها تنمو، فبالتالي او اي بكتيريا او حاجه تعمل لي انفكشن بديله انتي بايوتيك. اديته انتي بايوتيك اسحب لي بقى الدم الموجود ده، يبقى انت امنته ما يحصلش انفكشن، اسحب الدم اللي موجود ده عشان نخلص منه. لو انت في البدايه اعمل انسجن بسيط كده تحت وابتدي ايه اسحب الدم الموجود، عملت انسجن وتمام بس لو انت بقى بعد كده لو ما سحبتوش في الاول تبتدي تعمل ايه تبدا تعمل ايفاكويشن، اسحب ونظف المكان اللي انت عملته ده بطريقه تكون سترايل جدا، يعني ما تبوظش اي حاجه ولا تبوظ الاستريلتي بتاعه المكان. وبعد ما تخلص خلص تبدا تحط ايه بريجر دريسنج علشان خاطر ما يحصلش ريكوركشن للدم مره تانية، تقفل عليه جامد جدا وتحط له دريسنج وتقفل عليه ومكان متعقم علشان الدم ما يتجمعش مره تانية. يبقى احنا عندنا في الاوريكولار هيماتوما هي عباره عن تجمع دموي وبتين الاوريكل الاوريكولار كارتلج والبريكوندريم بتاعه. طيب سببها ايه؟ قالك سببها بلانت تروما اللي اتخبط بحاجه غير حاده ادت لتجمع الدم في المكان ده، التروما عملت لي دم، الدم بيخلي المكان ده بينفول ريدش وبيخليه سيستك. لو احنا في البدايه بنلاقي الدم فلويد، لو بعد كده يعني اتاخرنا شويه بنلاقي الدم كلوتد. بعد كده الكومبليكيشنز قالك ان احنا عندنا دم متكون ومركون في مكان، اي حاجه مركونه تبقى اكثر عرضه للانفكشن، تحصل سكندري انفكشن. عرفنا ان احنا حصل سكندري انفكشن بتسمي بقى فيها بص، طالما انفكشن فيها بص، بص تعمل لي بريكوندرايتس، بريكوندرايتس عمل انفلاميشن فصل الكارتلج عن حواليه اللي هو بريكوندريم، وبالتالي بيحصل ايه نيكروزس، نيكروزس في الكارتلج ده، طالما حصل نيكروزس في الكارتلج هيجيب بفايبروزس، الفايبروزس ده يعمل ديفورمتي في الاوريكل شكلها يبقى كولي فلاور، انا بقول لك كولي فلاور ايه طالما ايه هيماتوما. طيب هعالج ازاي؟ انا دلوقتي عرفت المشكله المفروض افكر في العلاج، هنعالج بانتي بايوتيك. انتي بايوتيك ليه؟ علشان ما يحصلش اي بكتيريا تقدر تنمو هنا وما يعملليش انفكشن، يبقى انا كده امنت نفسي، امنت نفسي شيل بقى الحل، عايزين نعمل حل جذري للموضوع، هتسحب للدم الموجود لو انت في البدايه، لكن لو انت اتاخرت تبدا تعمل ايفاكويشن، تسحب الدم وتنظف مكانه كويس وتقفل عليه بدريسنج وتضغط جامد جدا بس. بعد كده عندنا اوريكولار لاسيريشن، وهنا جاي بقى الفرق اقول لكم، مش احنا كنا قايلين ان احنا لازم نفرق بين الاداه؟ لو الشخص ده حصل له تروما ببلانت يبقى هيدخل في هيماتوما، لكن لو بشرب لكن شرب هيماتوما الشخص ده هيدخل في ايه لاسيريشن. لاسيريشن هتشوف القطع بالشكل ده ويخرج الدم بره، لكن مش هتكون متكومه كده وعامله تجمع دموي. يبقى انا لما الاقي كده مثلا الشخص خبط بسكينه او حد عضه او اتشد من ودانه جامد ابتدي ايه يعمل تروما وتلاقي ايه لاسيريشن اتقطع ودنه اتقطع. طالما ودنه اتقطعت هيحصل بين هتلاقي ان الشخص ده ودنه بتوجعه جدا وودنه متقطعه وساعات بيبقى فيه دم كتير زي ما احنا شايفين. في الحالات الخطيره انت ممكن تلاقي اصلا الاوريكل ايه متدمر يعني متهتك خالص ومتفرتك يعني من الاخر. يبقى عرفت في الكلينيكال بيكتشر الشخص بيجيلي حاسس بألم كبير ألم شديد جدا ودنه مقطوعة ممكن تشمل الكارتلج أو لأ، يعني ممكن القطع يوصل للكارتلج وممكن ما يوصلش. في الحالات السيفير انت بتلاقي ان الأوريكل تقريبا كده كليا متفرتك. كومبليكيشن احنا عارفين ان هي دم، دم ومكان مكشوف تبدأ تعمل انفكشن، انفكشن يدخلنا فيه بريكوندرايتس، يبقى من ضمن الكومبليكيشنز بتاعة اللاسيريشن والهيماتوما ان هي بتدخلني في بريكوندرايتس. بعد كده نكمل بقى بريكوندرايتس هيدخلنا في نيكروزس، النيكروزس يعمل فايبروزس فبتلاقي ايه كل فلاور اير. طيب احنا هنعالج ازاي؟ امن نفسك اديله انتي بايوتيك، تاني حاجه تعمل له ايه؟ هنعمل له سوتشرنج او تعمل له خيوطه تجميليه تكون بطريقه كويسه جدا بحيث انك ايه تقدر تخلي شكل الاذن يكون لطيف شويه. يبقى احنا عرفنا اللاسيريشن دي بسببها شرب التروما،
مثلا زي نايف او عضه او شد من ودنه جامد، بتلاقي ان الشخص ده ودنه بتوجعه جدا، فيها دم خارج وممكن توصل للكارتلج او ما توصلش، مش شرط يعني توصل للكارتلج. في حالات سيفير قال لك ان هي بتشوف الاوريكل متقطع خالص، الكومبليكيشنز ممكن تحصل ان يحصل للشخص ده سكندري انفكشن، بتدخله في بريكوندرايتس، واحنا عارفين بعد كده يبقى شكل الاذن ايه. كل فلاور لو هي تطورت جامد هنعمل نفس ازاي، تديله انتي بايوتيك. تاني حاجه انك تعمل له سوتشرنج، تخيطه خيطه تجميليه عشان يكون شكله افضل. بعد كده هنتكلم على ايه البريكوندرايتس. يبقى احنا عرفنا اول حاجه الهيماتومه واسبابها وعلاجها، بعد كده الاوريكولار لاسيريشن، بعد كده نتكلم على البريكوندرايتس الكومبليكيشن بتاع الاثنين. لما يحصل مشكله سواء كانت هيماتومه او لاسيريشن وما عرفتهاش، هتدخلني بريكوندرايتس اللي هو انفلاميشن في الاوريكولار بريكوندريوم. عملت انفلاميشن في البريكوندريوم بتاع الاوريكل، سببها ايه؟ قال لك انفكتد هيماتومه او لاسيريشن. انا كان عندي هيماتومه ولاسيريشن وما عملتش مانجنج ليهم كويس، اذا ده هيدخلني ايه في بريكوندرايتس او انفكتد سيرجيكال انسيجن. كان عندي جرح هنا وحصل له انفكشن، بالظبط هي نفس فكره اللاسيريشن يعني مش جديده. بعد كده او ممكن يحصل فرانكل وانت عملت له سكويزنج، فرانكل اللي هو يعني حبايه وانت فعصتها مش عارف. يبقى عرفت اسباب البريكوندرايتس، واحد هيماتوما، اتنين لاسيريشن، تلاته سيرجيكال انسيجن بس حصل له انفكشن، او فرانكل اف سكويزد ضغطت على حبايه. سيمتومز قال لك اني فاهم اللي هي فيفر هيديك وماليز و انوركسيا، فيفر هيديك انوركسيا وماليز. لكن لوكال انت بتلاقي الاوريكل ده سوولن وبينفل، سوولن وبينفل، الاوريكل بيوجعه ووارم. الساينز اللي ممكن تظهر لنا الجنرال ساينز، احنا عرفنا ان هي بتبقى فيفر، الشخص ده بيجيلك بفيفر. طيب اللوكال ساينز قالك ان الاوريكل بيبقى سوولن ريدش هوت وتندر، سوولن وريدش وهوت وتندر يعني انت بتشوفه احمر ووارم وبيكون سخن جدا وبيكون ايه بيوجع الشخص. طيب ايه الفرق بين بيرفول وتندر؟ بيرفول الشخص هو اللي بيقول لي يعني شكوى المريض هو ايه جاي يقول لك ان ده في بين، لكن انا كدكتور ما ينفعش اقول بين، لازم اقول ايه تندر. اللي بيقول بيكون سيف وما بيكونش فيه اي مشكله، لان اللي بيقول ما فيهوش كارتلج، احنا عارفين ان المشكله فين، في البريكوندريوم، بريكوندريوم حوالين الكارتلج، اذا اللي بيقول ما فيهوش كارتلج يبقى مش هيحصل فيه اي مشكله، يبقى اللي بيقول هنا انتكت سليم ما فيهوش اي مشكله، عشان دي هتخلينا نفرق بينه وبين حاجه تانية. الكومبليكيشنز ممكن تحصل، احنا عارفين طبعا ان البريكوندرايتس هو انفلاميشن، انفلاميشن بين الكارتلج والحاجه اللي بتغذيه، فانا همنع الغذاء عن الكارتلج يحصل له نيكروزيس. لما يحصل الكارتلج نيكروزيس هيهيل بفايبروزيس، طالما هيهيل بفايبروزيس هيعمل ديفورميتي في الاوريكل شكلها ايه كل فلاور زي ما احنا شايفين شكل الاير دي. هنعالج ازاي؟ قلت لك في اي حاجه لازم ندي انتي بايوتيك، هنديهم كلهم انتي بايوتيك، وبعد كده نعمل درينج للبص اللي موجود ده، تفتح سمول انسيجنز كده كذا فتحه وتخرج منهم الباص وتخرج لو في ديبرمنتس او اي نيكروتيك تيشو موجود. طيب نقرا النوت وبعد كده نراجع. قال لك ان احنا عندنا حاجه اسمها السبيلس، وديت بيكون فيها الاوريكل محمر ونفس المشكله. نفرق بين الارسبيلس والبريكوندرايتس، ان البريكوندرايتس بيكون فيه الليبيول بيكون نورمال، الليبيول نورمال، لكن في الارسبيلس دي كانت بتبقى الليبيول محمر. سريعا كده نراجع بسرعه. بريكوندرايتس احنا عرفنا ان هي انفلاميشن في الاوريكولار بريكوندريوم، سببها ايه؟ سببها انفكتد هيماتوما او لاسيريشن. تاني حاجه عندنا ايه، احنا عرفنا هيماتوما او لاسيريشن او ان سيرجيكال انسجن حصل له انفكشن او لو في فرانكل واحنا فعصناه. السيمتومز قال لك احنا عارفين الجنرال سيمتومز، فاهم اللي هي فيفر هيديك انوركسيا وماليز. لوكال سيمتومز الاوريكل بيبقى بينفول وسولن. بعد كده الساينس قال لك الشخص ده بيجي لك بفيفر، ماشي دي الجنرال ساينس، لكن اللوكال ساينس انت لازم تقول لي ان الاوريكل ده بيبقى سوولن وهوت وريدش وتندر، سوولن وهوت وريدش وتندر، لكن الليبيول بيكون انتكت وما فيهوش اي مشكله. ليه؟ عشان هو ما فيهوش كارتلج. الكومبليكيشنز بريكوندرايتس يعني انفلاميشن، منع الغذاء عن الكارتلج، دخله في نيكروزس، نيكروزس يخلي الكارتلج ده يهيل بفايبروزس، فايبروزس يحصل ديفورماتي في الاوريكل شكلها كل فلاور اير. التريتمنت هنديله انتي بايوتيك ونعمل درينج لاي حاجه موجوده سواء كانت بص او سيل ديبرمنتس، وننظف كويس المكان ده. نفرق بين الارسبيلس والبريكوندرايتس عن طريق ايه؟ الليبيول بيكون انتكت في حاله ايه؟ البريكوندرايتس، لكن في الارسبيلس الليبيول بيكون محمر. هنتكلم بقى على الرابشر اوف تمبانيك ممبرين. لما يقول لك طبلة ودن اتخرمت بتحصل ازاي؟ قال لك هي حدات عاده بتبقى انكومن. طب ليه سببها؟ ليه هي انكومن وليه بتحصل؟ قال لك هي انكومن عاده بتكون انكومن لان الشخص احنا عندنا الحمد لله يعني من الطبيعي ان الودن بتاعتنا تورشوس مش ستريت كده، مش ستريت. لو هي ستريت كان مثلا طبلة الودن هنا واحنا بنشوفها من بره، لكن هي بتبقى معوجه بشكلها سي شيبد كده، وطبله الودن بتبقى موجوده مثلا في المكان ده، فبالتالي لما يحصل خبطه او يحصل اي مشكله مش بتبقى ريديتد اول الموضوع، مش بتبقى سهل انها ايه تتخرم، لكن ممكن تحصل. ايوه ممكن تحصل.
تعال نشوف سببها. سببها ممكن يكون دايركت تروما او اندايركت تروما. الاندايركت بتحصل ازاي؟ والله الاندايركت دي انا ما كنتش اقصد ان انا اعمل رابشر للتمبانيك ميموري، لكن الدايركت هي بتبقى حاجه انت لمست بيها لمست بيها الايه التابلت الودن، يعني مش عمدا بس انت لمستها. لكن الاندايركت ما لمستهاش. لا اندايركت انت لمستها بحاجه، الاندايركت ايه ما لمستهاش. يبقى دايركت انا كنت حطيت حاجه على الاير درام، الاندايركت ما حطيتش حاجه. طيب ايه هي المشكله؟ اول عندنا في الكلام في الاندايركت عندي ممكن ديو تو رابيد اور ماركت بريشر، انت ضغطت على الاير درام جامد، او مثلا تغيرت التيارات الضغط اللي بتبقى حوالين طبلة الودن، برضو ممكن تعمل تروما او تعمل رابشر، زي مثلا الهاند سلابنج اللي هو واحد ضرب واحد بالقلم زي ما احنا شايفين في الصوره دي. تاني حاجه الاوتيتك باري تروما اللي هي تغيرات الضغط بقى، مثلا زي السفر او الدايفنج او الفلاينج، واحد بيطير في الطياره وكده، ده بيعمل تغيرات في الضغط حوالين الاير درام، ممكن يحصل لها رابشر. تالت حاجه اكسبلوجن اللي هي مثلا يحصل انفجارات. يبقى عرفت الاندايركت تروما مشاكل حصلت بره نتيجه تغيرات الضغط ادت الى انفجار الطبله، زي الهاند سلابنج ودي اشهر حاجه ان حد يضرب حد بالقلم، او الاوتيتك باري تروما تغيرات الضغط بره الاذن. بعد كده عندنا اكسبلوجن اللي هو ايه الانفجار. نتكلم بقى على الدايركت تروما. الدايركت مثلا انت دخلت فورين بادي لودنك فقامت عامله لها ايه رابشر، دي كده برضو فورين بادي على فكره. سيلف انفليكتد باي مثلا هير، بين واحد بينظف ودنه بالبنسة الشعر وقام ايه قام حد خبطه في دراعه، قام مدخل البنسة جوه ودنه، قام دي برضك عملت رابشر للاير درام. او واحد مثلا حد بيعمل له اير ووش، ولكن الشخص ده ان سكيلد يعني مش متدرب كويس ان هو يعمل اير ووش، فدخل بتاعه بكادر غلط او دخلها بزاويه غلط، قام الميه بقى ساعتها كان جودتها او الضغط بتاعها عالي جدا، فقام عامله رابشر في الممبرين ده. او لونجيتودينال تمبرال بون فراكشر يعني فراكشر سكال بيز، حصل فراكشر او كسر في الجمجمة. يبقى انا دلوقتي عرفت الرابشر اوف تمبانيك ممبرين هي مش كومن تحصل، ولكن ممكن تحصل بسبب اسباب اندايركت واسباب دايركت. لما اقول اسباب اندايركت هتقولي مثلا هيحصل تغيرات الضغط حوالين الايه حوالين الاير درام، زي الهاند سلابنج او الاوتاتيك بار تروما او الاكسبلوجن. تاني حاجه عندنا لو هي اندايركت، اندايركت يعني الحاجه اللي انا ماسكها في ايدي دي لمست الاير درام، زي مثلا لو دخلت فورين بادي في ودنك، او سيلف انفليكتد يعني مثلا انت عملت كنت بتنضف ودنك بالدبوس او اي حاجه وقامت داخله على الاير درام قامت خرموها، او ان الشخص بيعمل غسيل ودن بس اللي بيعمله شخص غير متمكن او ادوات مش نفس الادوات اللي المفروض نستخدمها، فالشخص ده يدخل في ايه ممكن يحصل له رابشر للتمبانيك ميمبرين، او ان الشخص ده بقى يعني يحصل له تروما ويحصل لانجوتادينال تمبرال بون فراكشر، حصل كسر فعليا في الجمجمة. السيمتومز الاعراض اللي الشخص ده بيجي لي بيها، قال لك ان هو اول حاجه كده هو ممكن يكون حصل له تروما، فالشخص ده بيجي لك بيقرك وجع وقت الرابشر، بس الوجع اللي بيحصل وقت بس الانفجار الطبله، لكن غير كده لا. بلادي اوتوريا يعني انت تلاقي نزيف دم كده، ممكن تلاقي نزيف دم ولا حاجه وقت الرابشر، هتلاقي وقت صفير او إيه مثلا شخص ده يحس بايه ويسلينج ساوند او في هواء كبير بيخرج وقت ما بتنف، يبقى اير كامس اوت اوف ذا اير اون نوزنج بلوينج، الشخص ده هو بيبلو من النوز بتلاقي ان في هواء خارج من النوز وفي صوت صفير. اخر حاجه عندنا الهير لوس او التينتس، تينتس او بيحس بتنين وحاسس ان هو مش سامع اي حاجه من ودنه. يبقى انا عرفت ان الشخص اللي حصل له رابشر للاير درام بيجي بيشتكي بايه. اول حاجه ان الشخص ده ممكن يكون عمل حصل له تروما فبيجي يشتكي ببين ايرك، بس البين ده بيكون وقت الرابشر اونلي. ممكن يجي بلادي اوتوريا دي بتكون مايلد اند ترانزينت وقت الرابشر اونلي. الاير كامز اوت فروم ذا اير يعني في هواء خارج من الودن وقت الايه وقت النف، الشخص هو بينف بيسمع صوت صفير من ودانه، ده نتيجة لان الطبلة اتخرمت فالهواء بيخرج جامد فانت بتحس ان صوت ودنك بتصفر. اكيد عندنا الهيرنج لوس او التينيتس بيحس بطنين ويحس ان هو مش سامع اي حاجه. الساينز او الحاجات اللي انا بلاحظها على العيان، يبقى كده السيمتومز هي شكوه العيان، ساينز الحاجات اللي انا بلاحظها وبقيسها على العيان. هنقيس بالسبيكلام اكزامينيشن. ايه هو السبيكلام ده؟ هو الجهاز المنظار بتاع الاذن، هوريكم صورته. هو ده السبيكلام، او ممكن يكون يعني في حاجات احدث من كده بس دي صورته. يعني عرفنا السبيكلام اكزامينيشن بنشوفه بالمنظار، انت تلاقي تمبانيك ميمبرين في بيرفوريشن، تمام؟ احنا ايه ده بيرفوريشن في التمبانيك ميمبرين وخصوصا عند البارس تنسا سنترال في البارس تنسا، يبقى ودي حاجه مهمه جدا عشان تفرق لي بين التروماتيك بيرفوريشن في ميمبرين ولا باثولوجيكال. يبقى احنا هنعرف منين ان هي تروماتيك؟ انت هتلاقيها سنترال، هتلاقي الخرم ده سنترال في البارس تنسا،
هتلاقي البتاع ده حوالينه ريم او اطار، يعني هو سنترال وحوالينه اطار في البارس تنسا، ما بيوصلش للانيلس. تاني حاجه بيقول لك ان هو بياخد اي شكل او اي حجم، ولكن المهم تعرفي لي ايه، ان الايدجز بتاعته بتبقى ريجولار وبتبقى هايبر ريمك. الريجولار بتاعته ايدج، الريجولار ايدجز وبتبقى شارب وبتبقى ايه هايبر ريمك، فيها دم كتير جدا. بس يعني كده فرق لي بين التروماتيك، احنا عايزين نعرف ايه هو اللي بيميز التروماتيك رابشر اوف ممبرين او تمبانيك ممبرين. اول حاجه انت بتلاقي ان الخرم بتاع التمبانيك ممبرين سنترال في البارس تنسا، حوالينه ريم وما بيبقاش في ما بيوصلش للانيولس اللي هو الاطار بتاع التمبانيك ممبرين، يبقى هو سنترال حوالينه ريم ومش بيوصل للانيولس. مهم تعرفي لي الايدجز بتاعته بتبقى شارب وبتبقى irregular. طيب انا لو قلت بقى ان هو مثلا مش بيبقى في السنتر، لو ما بقاش في السنتر او بقى في اي مكان تاني غير السنتر، يبقى ده كده ممكن يكون باثولوجيكال. لو مش حواليه ريم برضو باثولوجيكال، لو على الانيلس بايلتو باثولوجيكال. طب ايه الفرق بين الباثولوجيكال والتروماتيك؟ قال لك التروماتيك بسبب تروما حاجه فجاه، لكن الباثولوجيكال انت في بكتيريا او انفكشن او بص عمال ياكل في الاطار، فبتلاقيهم كلهم قد بعض واكل نفس المكان بنفس الطريقه. وكذلك برضو مش معنى في البارس تنسى، قال لك ان البارس تنسى دي تنس فبالتالي بتتاثر بالضغط، لكن المشكله الكبرى بتاثر بالضغط، لكن الفلاسيد ده بتبقى فلاسيد او ان هي بتبقى الاستيك فمش بتبقى متاثره او بالضغط الشديد. وكذلك برضو لما نيجي نقول باثولوجيكال، باثولوجيكال بتاثر على التنسة او الفلاسيد او الانيلس، ليه؟ عشان هي بتاكل حاجه كده اللي هو بتبوظ الانزيم، فيها انزيمز معينه بتبوظ المكان ده يعني بتغير الميكانيزم بتاعه وبتغير طبيعته، فلما تغير طبيعته ممكن تاثر على اي حاجه عادي. لكن في التروماتيك بتاثر على حاجه بطبيعتها، يعني هي ضربت البارس تنسى عشان الضغط، بتبقى في السنتر عشان ما عندهاش حاجه تانية تروح عندها لان هي مش بتقدر على الانيولس. المهم تعرف ان حواليها ريم، المهم تعرف ان هي بتبقى لها ريجولار ايدجز. الاختبار بتاع التانينج فورك، الشخص ده بيبقى عنده كوندكتيف هيرلوس، كوندكتيف هيرلوس يعني مشكله في الانر اير، قصدي مشكله في الاوتر اسمه ايه الاكسترنال اير او حاجات بره بقى في الاير دراما وكده. لكن لما نتكلم على جوه هتقولي سنسور ولا نيورال، لو مثلا بوظ الكوكيلا او بوظ حاجه في البرين بنسميها سنسوري نيورال. يبقى التالنج فورك الشخص ده بيجي يشتكي من كوندكتيف هيرنج لوس، انت اللي بتقول يعني انت اللي بتقول، هو ما بيقولكش كوندكتيف وما بيبقاش فاهم الكلام ده. بعد كده نتكلم على ديفرنشال دايجنوزس، المهم تفرق بين الباثولوجيكال تمبانيك ممبرين برفريشن والتروماتيك. احنا دلوقتي بنعرف التروماتيك، لكن في قدام هنعرف الباثولوجيكال وتفرق لي بينهم، ممكن تيجي لنا مقارنه في الامتحان. البروجنوزس قال لك في اغلب الحالات ان البرفريشن بيهيل سبونتينيوسلي خلال ايام. لو واحد ودنه طبله ودن اتخرمت، فمن الطبيعي ان طبله الودن بيحصل لها هيلنج ايه خلال اسابيع. خلال اسابيع ممكن تستنى شويه مثلا قد شهر ولا حاجه، شهرين ثلاثه، لو ما حصلهاش هيلنج لوحدها تبتدي انت ايه، تبتدي انت تعمل لها هيلنج او ان انت تعمل لها ترقيع، بنسميها ايه مارينجوبلاستي. مارينجوبلاستي تعالوا نشوف العلاج. دلوقتي في العلاج احنا كنا بنستنى عليها تخف لوحدها، بنعمل كونزرفاتيف تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. الكونزرفاتيف هنبصمها في حاجه بسيطه كده ثانيه. يبقى احنا دلوقتي في خلال فتره انتظارنا للهيلنج بتاع الاير دروم لازم اننا نعمل حاجات زي حاجه بنسميها كونزرفاتيف تريتمنت او علاج تحفظي، اننا بس شخص احنا بس بنحافظ على الشخص ده لغايه ما ايه ما الاير دروم تهيل لوحدها. طيب لو ما حصلش هيلينج خلال من 3 ل 6 شهور نبتدي نعمل سيرجيكال تريتمنت. نبدا نعرف الكونزرفاتيف تريتمنت، اول حاجه افويد تو جيف تو، تجنب حاجتين واديله حاجتين. ايه هو اللي نديله ايه ونتجنب ايه؟ نتجنب اننا نبل ودنه، افويد ويتنج اوف ذا اير، افويد بلوينج اوف ذا نوز، تجنب ان ودنه يوصل لها ميه باي طريقه، سواء كان ووشنج سواء كان اير ووش سواء كان سويمنج سواء كان الاير دروبس، ممنوع تحط له ميه في ودنه. تاني حاجه انك تتجنب، خليه يتجنب ان هو ينف من مناخيره جامد، يعني نسميها افويد فورسبل نوز بلوينج، يبقى انت ممنوع ان هو ينف من ودن من مناخيره جامد، وممنوع ان يوصل ميه للاذن. طيب تاني حاجة ممكن تديله ايه بقى؟ اديله سيستميك انتي بايوتيك، اديله ديسكونجستنت لنيزل دروبس، اديله ديسكونجستنت نيزل دروبس. يبقى انا دلوقتي في حالة علاج الشخص ده هنعمل ايه؟ افويد تو جيف تو، اتجنب ان انا ابل ودنه بأي طريقة، سواء كان ووشنج سواء كان اير دروبس سواء كان سويمنج. تاني حاجة افويد بلوينج فورسيبلي فروم ذا نوز، فممنوع ان هو ينف جامد من مناخيره. تاني حاجة اديله حاجتين، اديله سيستميك انتي بايوتيك وهتديله ديسكونجستنت ديسكونجستنت نيزل دروبس. طيب انا دلوقتي هو الشخص عايز يستحمى، المفروض اعمل ايه؟ قال لك انت هتحط له اير بلاج او انك تحط له بيس اوف كوتون، حته قطن كده حط عليها اوينتمنت من بره بحيث انك ايه تمنع اي ميه تدخل الاذن. يبقى انا دلوقتي عرفت الكونزرفاتيف تريتمنت. نعرف السيرجيكال تريتمنت او العلاج الجراحي. السيرجيكال تريتمنت ده امتى؟ قال لك في حاله الفيلير اوف هيلينج،
يعني حصل فشل في الهيلينج، ما قدرتش ان هي تهيل خلال من 3 ل 6 شهور. طيب نعمل ايه؟ نعمل رينج بلاستي، بنجيب جزء من جسم في الانسان ونبدا نحطه مكان الجزء المخروم في التمبانيك ميمبرين ده، من الاخر يعني بنرقعها. يبقى انا دلوقتي عرفت ايه الرابشر اوف تمبانيك ميمبرين، اسم هو اللي بيحصل، وعرفت سببه. سبب ممكن يكون دايركت او اندايركت. عرفنا الاندايركت ممكن تغيرات في الضغط او كده، الدايركت ممكن بسبب دخول فريم بادي او ان هو الشخص مسك بنسة ودخلها جوه وحصل كسر في الجمجمه. الشخص بيجي يشتكي من ايه؟ بيجي هو عمل تروما، فبيحس ودنه بتوجعه جدا، وقت ودنه كانت بتوجعه قوي وقت التروما دي. تاني حاجه بلادي اوتوريه، بتلاقي فيه نقط دم بره. بيحصل ان هو بيسمع صوت ويسلينج ساوند او صوت صفير وهو بيلف. تالت الحاجه الاخيره ان هو بيحصل له هيرنج لوس، مش بيبقى سامع اي حاجه، وده بنسميه كونداكتيف هيرنج لوس. وتاني تاس بيحس بطنين. الساينس الحاجات اللي انا بكررها على العيان ده، اهم حاجه فيهم انك تعرف لي ان هي بتبقى سنترال بيرفوريشن على التيمبانيك ممبرين حوالي ريم، بعد كده تقولي ان هو مش بيوصل للانيولس. وبعد كده عندنا اللي هو بيبقى ريجولار ايدجز، والايدجز بتاعته بتبقى شارب وهايبريميك. ده حاجات بنفرق اللي بينها وبين الباثولوجيكال. هيجي هنا يقول لك ايه فرق اللي بينها وبين الباثولوجيكال، تبقى عارف ان دي بتبقى في السنترال في بارس تنسا حواليها كومبليت ريم، وما بتوصلش للانيولس خالص، وبتبقى ايه الريجولار ايدجز. بعد كده تارينج فورك تيستس، دي بيبقى فيها اسمها ايه كونداكتيف هيرنج لوس. عرفنا ان ايه كونداكتيف؟ يعني مشكله بره في الاكسترنال اوديتري كانال، او اللي بتبقى في الاير درام، لكن بعد كده بنسميها ايه سنسور نيورال. البروجنوزس قال لك هي بتبقى جود بروجنوزس، لان في اغلب الحالات بيحصل لها هيلينج لوحدها خلال اسابيع. طيب انا المفروض اعمل ايه في خلال الفتره دي؟ بنمارس كونزرفاتيف ثيرابي او علاج تحفظي. انت تقول له تجنب حاجتين وخد حاجتين. هنتجنب ويتنج اوف ذا اير باي طريقه، ان كانت سواء كان اير ووش، سواء كان سويمنج، سواء كان اير دروبس. طبعا لو الشخص ده عايز يعمل ووشنج او عايز ان هو ياخد شاور، تقول له حط قطنه في ودنك، بس حط عليها اوينتمنت، حط عليها فازلين او اي حاجه، بحيث انك ايه تتجنب دخول الميه للاير درام عشان ما يحصلش انفكشنز والموضوع يوسع مننا. تاني حاجه اديله حاجتين، اللي هو تديله سيستميك انتي بايوتيك وديسك كونجستنت نيزل دروبس. النيزل دروبس بتمنع ان هو يحصل له ايه كونجشن، فما تقفلش الاستاكين تيوب، فهو يقدر ايه يمانج الموضوع لغايه ما الاير درام يحصل لها هيلينج. ما حصلش تبدا تعمل له جرافت، نزرع يعني، نبدا نحط حاجه اسمها رينج بلاستي او بنسميها ترقيع الطبله. خلصنا اهم اجزاء في المحاضره، ندخل على جزء مهم جدا اللي هو ايه الاوتيتس اكسترنا. الاوتيتس اكسترنا او التهاب الاذن الخارجيه هو انفلاميشن في السكين لايننج الاكسترنال اوديتري كانال. ممكن يكون ايه قالك الانفلاميشن سببه يا اما هيكون بكتيريال يا فايرال او فانجل. بكتيريال او فايرال او فانجل. بكتيريال طبعا ممكن يكون ديفيوز، ممكن يكون لوكالايزد اوتيتس اكسترنا، ولوكالايزد بنسميه فرانكلوزس لان بيكون فرانكلز او بنسميها فسافيس كده. التالت نوع بنسميه مالجنت اوتيتس اكسترنا، هناخد كل الانواع دي بالتفصيل، وبرضه هناخد الفايرال والفانجل واحنا ماشيين. تعالوا نشوف يلا. بسم الله. انا عندي ديفيوز اوتيتس اكسترنا، قال لك هي بتبقى عباره عن ديفيوز انفلاميشن في السكن لايننج الاكسترنال كانال. البريديسبوزنج فاكتور السكن لاسيريشن او سكن ماسيريشن، يعني حصل ان الجلد اتقطع او حصل له ان هو بقى ويك خالص كده ومش قادر ان هو ايه يحمي نفسه. طيب لاسيريشن بتحصل امتى؟ لو الشخص ده عمل سكراتشنج للكانال دي بكونتامينيتد اير باد او هير جريب، مثلا ببنسة الشعر او مثلا بتاع بينظف بيها ودنه فلوث بيها المكان ده، بس بنسميها سكراتشنج. تاني حاجه ياتروجينيك، ودي بتكون لو الشخص انسكيلد، يعني الشخص اللي عمل لك اير ووش ده بيكون انسكيلد، زي مثلا واحد عايز يعمل اير ووش لمراته فبوظ لها الدنيا وخرم لها الطبله، ساعات ممكن يخرم الطبله لو دخل يعني بضغط عالي جدا، فبنسميها ياتروجينيك. يبقى انا عرفت الاسباب بتاعه السكن لاسيريشن. في اسباب تانية خاصة بايه؟ خاصة بالسكن ماسيريشن، زي مثلا الهوت هيوميديت اتموسفير، ان الرطوبة عالية في الاتموسفير ده، وبيحصل جدا في مناطق التروبيكال، ان الشخص بيجيله بسبب مثلا اكسيفيف سويتنج، او مثلا هو بيدخل حمام كتير او بيعمل سويمنج كتير جدا، فتلاقي ان ايه ان بيحصل انفلاميشن في ودنه، او بتلاقي اير ديتشارج بسبب كرونيك سابيريتيف اوتيتس ميديا. اوتيتس ميديا اللي هو الاذن الوسطى، لما يحصل انفلاميشن في الاذن الوسطى بيبتدي يطلع البص بتاعه فين؟ بيطلعه على الاكسترنال اير، فبيعمل حاجه اسمها اوتيتس اكسترنا. يبقى انا دلوقتي بتكلم على الديفيوز اوتيتس اكسترنا، سببها ايه؟ سببها خلي بالك من السبب عشان ممكن نحفظه، على ان هنروح نقوله برضك في اللوكالايزد. الديفيوز او اللوكالايزد اتنين اللي هم نفس الاسباب. السبب الاولاني سكن لاسيريشن، ودي بتكون سيلف انفليكتد، لان مثلا الشخص عمل سكراتشنج للسكن بتاع الاير، او ان هي ياتروجينيك ان الشخص ده عمل
اير ووش مع شخص ان سكيلد، يعني شخص اللي عمله اير ووش شخص مش متدرب ومش فاهم حاجه. تاني حاجه سكين ماسيريشن، اللي هي بنسميها ان ضعف السكين بسبب رطوبه الجو او بسبب الاير ديستشارج اللي خرج لي من الاوتيتس ميديا اللي هي الميدل اير. السيمتومز، الشخص بيجي بيشتكي ان هو عنده ايرك، اللي هو عنده الم في اذنه، والالم ده بيكون سيفير جدا. لان هو بيكون ليه بقى بيكون سيفير؟ لان السكان بيبقى ماسك جدا في البريكوندريم، فبالتالي لما بيحصل الم ما بيبقاش في فرصه ان الحاجه تتشد، او لما تبقى في حاجه مشدوده ما بيبقاش عندي فرصه ان هو يعني انت دلوقتي عندك حاجه مشدوده جدا، فلما في الم المفروض ان هي بتورم كده شويه، فلما تورم يعني لو في بقى مسافه او هي بتبقى الاستيك فمش هيحصل بين كتير، لكن لما تبقى مشدوده على الاخر البين فول مش هنقدر نعالجه، او الالم ده مش هنقدر نعالجه وهيكون شديد. increase with moving the jaw، قال كل الام الاكسترنال اير بتزيد مع حركه الجو. قال لك لان احنا عندنا تي ام جي او المانديبولر التمبرو مانديبولر جوينت بيتحرك قدام الاذن، قدام الاكسترنال اير، فاي حركه بتوجع الاذن وبالتالي بيحس بايرك. والالم بيزيد امتى؟ وقت الماستيكيشن، واللي هو وقت حركه التمبرو مانديبولر جوينت. الشخص ده بيحصل له هيرنج لوس، اللي هو فقدان للسمع، والاديما از سيفير اند اوكلودز ذا اكسترنال كانال. لو الاديما كبيره جدا وقفلان الكنال الشخص ده بيفقد السمع. بعد كده نتكلم على الساينس. اول حاجات اللي انا بقى هبتدي اكررها على العيان ده، اول حاجه نعمل له فحص بالسبيكولم، هتلاقي ان هو عنده ديفيوز ريدنس ايديما وتندرنس اوف ذا سكين. يبقى الشخص ده بيجي له ايه؟ ديفيوز ريدنس ايديما وتندرنس اوف ذا سكين بتاع الاكسترنال كانال. بيجي لك بوتوريه، انت بتلاقي سكانتي عند سيروس بيرلنت ميكويد، ممنوع ان هو يكون ميكويد. يبقى انت بتلاقي السائل او الدسترج اللي بيخرج ده بيكون كميته صغيره جدا، بيكون سيروس وبيورلنت. بيورلنت يعني في بص، ممنوع ان هو يكون ميكويد. لو قلت لي ليه هيكون ميكويد؟ ليه ما ينفعش اقول ان هو في ميكويد؟ قالك ان احنا الميكويد ده يعني انت عندك حاجه بتفرز ميوكس. انت عندك بقى في الاكسترنال اللي حاجه بتفرز ميوكس؟ لا، ما عنديش اي بسيل بيفرز ميوكس، فبالتالي ما ينفعش تقول ميكويد، لان انت لو قلت الميكويد ده يعني ان الشخص اللي قدامي الميوكس ده بيخرج من الميدل اير، يبقى حصل برفوريشن، وهنا مفيش برفوريشن، احنا بنتكلم على اكسترنال اير انفلاميشن. فلما تقولي انفلاميشن برفوريشن يبقى انت كده غلطان. يبقى لما اقول سواء كان ديفيوز او لوكالايزد اوتيتس اكسترنال، ما ينفعش تقول لي في ميوكس. يبقى اول ساينز ان الشخص ده بيجي لك بديفيوز ريدنس ايديما وتندرنس اوف ذا سكين بتاع الاكسترنال كانال. بيجي لك اوتوريه بتكون سكانتي وبيورلنت. بعد كده عندنا اكسترنال انفلاميشن او الاكسترنال اكزامينشن، ده بتلاقي تندرنس، يعني الشخص بيحس بالم لما تضغط على التريجس اللي هو المثلث اللي قدام فتحه الاذن، ولو شدت الاوريكل برضو ايه بيحس بالم. بعد كده بتلاقي بري وبوست اوريكولار ليمفادينايتس، بري وبوست اوريكولار ليمفادينايتس. المهم نعرف ايه، قال المهم تعرفي ايه ليه ان احنا بيبقى عندنا انترنال واكسترنال سويلنج وبيبقى فيه تندرنس. يبقى سريعا كده تاني، انا عندي ديفيوز اوتيتس اكسترنال، نتكلم على التريتمنت وبعد كده نرجع عليها. انت دلوقتي عندك مشكله وعندك انفلاميشن والكلام ده، لازم اعالج اول حاجه نريح العيان، فنديله انالجيسكس، بعد كده هنديله انتي بايوتكس عشان امن نفسي وامن العيان ده. بعد كده هنعالج بقى. تبتدي تعالج ازاي؟ انت تسحب البص اللي موجود ده سواء كان بسكشن او بدراي موفينج. ممنوع تدي اعمل له قريب اير ووش، لان انت لو عملت له اير ووش بالميه هتبتدي تعمل هتسرع نمو الانفكشنز دي ومش هتعالج حاجه، انت كده بوظتها او زودت البلاطين. فاحنا دلوقتي هنبتدي نسحب الديستشارج بسكشن او دراي موفينج. تاني حاجه تعمل باكينج للكنال، تقفل الكنال بجوز او الحته مثلا من القطن عليها انتي بايوتيك والستيرويدز، تبتدي تغيرها ايه يومين، كل يومين ولا كل 3 ايام. ممنوع انك تدخل ميه لاذن خالص. طب لو الشخص عايز يستحمى حط له بيس اوف كوتون عليها ايه، عليها اوينتمنت. ماشي تمام. يبقى انا دلوقتي عندي ايه، هنتكلم على الاوتيتس اكسترنال. عرفنا منها الديفيوز اوتيتس اكسترنال بسبب ايه؟ البكتيريا. ده بيحصل انفلاميشن في السكين اللي بقى لاين الاكسترنال كانال، ليها بريديسبوزنج فاكتورز زي السكين لاسيريشن والسكين ماسيريشن. السكين لاسيريشن ده الشخص ده عمل سكراتشنج لودنه، او ان هي بتبقى ياتروجينيك لان شخص ان سكيلد هو اللي عمل له ايروش. طيب ماسيريشن، الجلد بيضعف نتيجه مثلا هيوميد او نتيجه رطوبه عاليه او نتيجه اير ديستشارج. السيمتومز اللي ممكن تظهر لنا، الشخص ده بيجي يشتكي من ايرك، يعني بيشتكي من الم في اذنه، والالم ده بيزيد جدا وقت الماستيكيشن. واحنا طبعا اي الم في الاذن بيكون شديد لان الجلد بيبقى ماسك تايتلي في البريكونديم، فما عنديش فرص خالص ان حاجه تنمو هنا.
هير لوس لو الشخص ده عنده اديمه كبيره، وافلال الاكسترنال كانال. الساينس اللي انا بشوفها على العيان بشوف ايه، انت بتشوف ديفيوز ريدنس اديمه وتندرنس على السكين بتاع الاكسترنال كانال، بيجي لك باوتوريه. الاوتوريه دي بتبقى سكانتي وسيرس اور بيورينت، ممنوع انها تكون ميوكويد، ممنوع انها تكون ميوكويد. الاكسترنال اكزامينشن ده بيكون بيوريني ايه، بيوريني تندرنس. الشخص بيحس بين يعني وقت ما تضغط له على التريجس او وقت ما تشد الاوريكل. هاي كده عندنا بري اوريكولار وبوست اوريكولار ليمفادينايتس. نعالج ازاي؟ اديله سيستميك تريتمنت، انتي بايوتكس وانالجيسكس. لوكال تريتمنت دي بتبقى عباره عن ايه، انت تديله لوكال تريتمنت بحيث انك هتنظف مكانه، هتبتدي تسحب كل الديسشارج ده سواء كان بسكشن او دراي موفينج. ممنوع انك تعمل له اير ووش. بعد كده هنتكلم على انك تعمل له باكنج للاير بجوز او تحط له عليها انتي بايوتك وستيرويدز. وممنوع خالص انك تحط ايه ميه، ممنوع خالص ان الشخص ده ودنه تلمس ميه. طب لو عايز يستحمى حط له قطن، حط عليها اونتمنت عشان تمنع دخول الميه. تاني حاجه هنتكلم على الفرانكلوزيس او اللي هو الليكولايز subjective inflammation localized subjective infection في الهير فوليكل. بتيجي على الهير فوليكل اوف ذا سكن اوف ذا اكسترنال كانال، يبقى هو عندي انفلاميشن بيطلع مع الحبايه بتاعه الشعر او الهير فوليكل عند الايه اللايننج بتاع الاكسترنال كانال، فبيجي على الاوتر ثيرد بس. طب اشمعنى قلت الاوتر ثيرد؟ لان هو ده الوحيد اللي بيبقى فيه ايه سبيشس جلاندس وير وير فوليكلز وكده. طيب سببها ايه؟ مهم تعرفي ان الفوليكولر سببها سو سببها ايه ستاف ايريس، ستافيلوكوكس ايريس. يبقى مهم نعرف ان الفرانكلوزس سبب الستاف ايريس. البري ديسبوزنج فاكتور قالك ممكن يحصل سكن لاسريشن، سكن ماسريشن، او الشخص ده دايابيتك. يبقى في الفرانكلوزس للشخص دايابيتك يعمل له انفلاميشن. طالما عمل يعني طالما منعت الشخص الوقعه سمحت بحدوث الفرانكلوزس اللي هو الحاجه البسيطه، ممكن تسمح بحدوث الديفيوز برضو. فلما يقولك دايابيتك او ان يحصل سكن لاسريشن او ماسريشن، لاسريشن الشخص ده حصل له سكراتشنج بأي أداة مثلا مش نظيفة في ودنه، أو ياتروجينيك اللي هو عمل إيه الوش مع شخص غير متمكن. نتكلم على السيمتومز أو الأعراض. السيمتومز اللي عندنا جنرال سيمتومز بتبقى أبسنت، لأن هي بتبقى لوكاليزد في مكان واحد، فبتبقى مش بتتقد بره، يعني بيكون مكانها صغير جدا، فقليل إنها تعمل سيمتومز تكون جنرال. تاني حاجة عندنا لوكال سيمتومز. اللوكال دي بتبقى عبارة عن إيه؟ سيمتومز في مكانها. تعالوا نشوفها. اول حاجه بيجيلك ايرك، الشخص ده بيبقى جاي ودنه بتوجعه جدا وبيكون سيفير وبيزيد وقت الماستيكيشن، وعرفنا بسبب حركه التمر والمانديبولار جوينت اللي قدام ايه الاكسترنال اير. الاكسترنال كان بيبقى هيرنج لوس امتى؟ لو الشخص ده الفوليكل بتاعته او الفرانكل الكبيره دي قافله الاكسترنال كانال. يبقى عرفنا السيمتومز، نشوف الساينس. الساينس او الحاجات بقى اللي انا هقولها على العيان، هو بيجيلك بايرك، انت بتلاقي الفرانكل مكانها لوكالايزد تندر وسويلنج اوتر عند الاوتر كارتيناجنال سيرد اوف ذا اكسترنال كانال. يبقى هي بتبقى فرانكل مكانها لوكالايزد ريتندر سويلنج ان ذا اوتر كارتيناجنال سيرد اوف ذا اكسترنال كانال. الشخص بيجيلك باوتوريه، ولكن الاوتوريه دي بتبقى سكانتي وبيرلنت، ممنوع انها تكون ميكويد. عرفنا ليه ما ينفعش تكون ميكويد؟ اللي هنا في الاكسترنال اير، لكن لو هي كانت في الميدل او مثلا حصل برفوريشن عشان كده بتطلع ميوكوس. لكن طالما احنا لسه في الاكسترنال ممنوع انك تقول لي ميكويد، لان انا ما عنديش حاجه تفرز ميوكوس. لو في حاجه بقى بتفرز ميوكوس يبقى كده حصل ايه حاجه كانسر. تمام، نبدا بقى نشوف الاكسترنال اكزاميناشن. بتلاقي انترنال واكسترنال سوينج، بتلاقي تندرنس، وبتلاقي ايه بري وبوست اوريكولار ليمفادينايتس. الشخص ده بيحصل له تندرنس او ان هي بتبقى بينفول جدا لو ضغطت له على التريجس او شديت الاوريكل. انفستيجيشن المفروض اعملها، قال لك انت بتعملي بلاد شوجر تيست لو اتكررت، او ان هي على الجنبين الشخص عنده فرانكلز في ودنه الاثنين، او ان كل شويه يجي له فرانكلز. لازم تديله بلاد شوجر تيست وتعمل له ايه لازم بقى نظبط له ساعتها السكر، ولازم اننا نتابع معايا اول باول. قال لك الديفرنشال دايجنوستس، المفروض نفرق بين الفرانكل والاكيوت ماستويدايتس عشان هما الاثنين شبه بعض في بعض الحاجات. لما ناخد الاكيوت ماستويدايتس هنقدر ان ايه نفرق بينهم. ماشي، بعد كده التريتمنت، انت لازم تريح العيان، انت الانالجيسك. تاني حاجه وقف له البكتيريا او عامله له مشكله دي، اديها انتي بايوتيك. طيب المفروض نعمل ايه بقى؟ قال لك طبعا انت لازم تقعد تسحب في الديسشارج ده، تسحب بس بسكشن او موفينج دراي موفينج. ممنوع انك تدخل ميه. وبعد كده ممكن تعمل باكنج للاير بجوز، بتحط لي عليها انتي بايوتيك وستيرويد، وانتي بايوتيك وستيرويد، او اننا ممكن نحط له عليها حاجه اسمها جليسرين اكتيول، وده بيكون تركيز 10%. ليه بقى بحط الماده الغريبه دي؟ قال لك ان الجليسرين بيكون هايجروسكوبيك فبيسحب الميه من التشف وبيقلل الاديمه. تاني حاجه الاكتيول دي ماده
بتكون كاونتر ايريتنت، يعني هي بتنافس الاير على انها تعمل ايريتيشن. زي مثلا لما تكون مصدع وتربط دماغك، لما تكون مصدع وتربط دماغك جامد كده، انت يعني بتتحايل على وجع الصداع ده، وجع الرابطه اللي انت رابطها، فاهمني؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها الفرانكلوز. الفرانكلوز هي لوكالايزد انفلاميشن في الهير فوليكل عند الاكسترنال كانال، في السكيم اللي بيغطي الاكسترنال كانال. سببها كوز في الاورجانيزم ستافيلوكوكس اوريس، بريدز بوزنج فاكتور، سكين لاسيريشن، سببها مثلا سكراتشنج او ان سكيلد اير ووش. بعد كده ان الشخص ده عنده دايابيتس ميلينس وبيكون ان كنترولد. السيمتومز، الشخص بيجي يشتكي من ايه؟ ما عندوش جنرال سيمتومز لان هي بتبقى لوكالايزد واصغر من انها تعمل جنرال سيمتومز. بعد كده لوكال سيمتومز، ان الشخص ده بيجي لك بيراك وبيزيد وقت الماستيكيشن. تاني حاجه بيجي لك بهير لوس لو الفوليكل كبيره وقافله ايه؟ قافله الاكسترنال كانال. الساينس، الحاجات اللي انا بقيسها على العيان بالسبيكلم او المنظار بتاعي، بتلاقي الفرانكل لوكالايزد تندر سويلنج على الاوتر كارتريجنس سيد اوف ذا اكسترنال كانال. اوتوريا، سكانتي اند بيورلنت، نيفر ميكويد، او انت بتلاقي سكانتي وبيورلنت ممنوع انها تلاقي ميكويد. بعد كده نتكلم على الاكسترنال اكزامينشن، انت بتلاقي فيها تندرنس اون وينج ذا اوريكل، او بتلاقي فيه تندرنس لما تشد الاوريكل هتضغط على التريجرز وبري وبوست اوريكولار ليمفادينايتس. المفروض انك تعمل ايه؟ المفروض الاجراء اللي انت هتاخده تروح تعملي بلاد شوجر تيست عشان تتاكد ان السكر، يعني هل مشكله في السكر فعلا ولا ايه؟ لو مشكله في السكر تعمل له كنترول في مانجمنت. بعد كده نتكلم على ديفرنشال دياجنوزس، ودي بتبقى فيها اكيوت ماستيتايتس. التريتمنت، لازم تبتدي سيستميك تريتمنت. اول حاجه رايح العيان دي الانالجيسك، تاني حاجه اعالج له المشكله بانتي بايوتيك. بعد كده هنعالج بقى الحاجه اللي احنا فيها دلوقتي، هل اللي احنا فيها اننا نعالجها باننا نشيل الديتشارج ده كله بسكشن او موبينج، نتجنب اننا نحط له ميه في ودنه، نعمل باكنج للاير عن طريق ان انت تدي له جوز فيها قطنه يعني فيها انتي بايوتيك وستيرويدز، او ممكن نستبدلها بحاجه اسمها جليسرين اكتيول، وده بيكون مكون من مادتين. الجليسرين دي بتكون هايجروسكوبيك وبتقلل الاديمه، اكتيول دي بتكون كاونتر ايريتنت عشان تقلل البين. بعد كده ندخل على مالجنانت اوتيتس اكسترنا، ودي يعني بتعمل ايه؟ وليه سميتها مالجنانت او اسمها التانيه ايه؟ عندنا اول اسم ده نيكروتايزنج اوتيتس اكسترنا، وليها اسم تالت بنسميها سكالبون اوستيومايلايتس، سكالبيز اوستيومايلايتس. قالك انا ليه سميتها مالجنانت؟ لان هي بتاخد نفس صفات المالجنانت في الانفيجن، بتنتشر بسرعه جدا وبتروح من المكان اللي احنا فيه اللي في الاكسترنال اير تروح كمان للبيز بتاع السكول، وممكن توصل للسوفت تيشو في البرين وتعمل مشاكل هناك. فاحنا قال لك ان هي بتبقى انفيزيف وفيتال، يعني شوف بكتيريا انفيكشن وبتبقى انفيزيف. مين اللي بتعملها؟ حاجه اسمها السودوموناس اورجانوزا. اشهر اورجانيزم يعمل المالجنانت اوتيتس اكسترنا او النيكروتايزنج اوتيتس اكسترنا حاجه اسمها السودوموناس. هنبصمجها ازاي؟ سودوموناس فيها ام، فهنا مالجنانت اوتيتس اكسترنا برضك فيها ام. تمام. ايه البريديسبوزنج فاكتور او الحاجات اللي ممكن تعمل لي مالجنانت اوتيتس اكسترنا مع الاورجانيزمات دي؟ ان الشخص ده يبقى دايابيتك او ان هو اميون كومبرومايزد بيشنت. يبقى هو دايابيتك او اميون كومبرومايزد بيشنت، في كلتا الحالتين الشخص ده مناعته هتكون واعه، فبالتالي من الطبيعي جدا ان هو يحصل له ايه؟ مالجنانت اوتيتس اكسترنا. فاحنا هنا بقولك ايه الكوز اوف اورجانيزم؟ عارف ان هو سودوموناس. عندي اورجانيزمات تانية زي الستاف ايريس او الفنجس زي مثلا الاسبراجيلس، بس مهم نعرف مين اهم حاجه في المالجنانت تعرف لي السودوموناس. لكن في الفرانكلوزس كان عندنا واحده اسمها الستاف ايريس. تمام. تمام. باثوجينيسيس، انت عندك بيحصل انفلاميشن في السكين بتاع الاكسترنال اوديتري كانال. تمام. حصل انفلاميشن، هذا الانفلاميشن ممكن ينتشر للبريكوندريم ويروح للبريوستيوم كمان، فيروح يعمل لي كوندرايتس واوستيايتس، وممكن يدخل فيه اوستيومايلايتس. فرضنا ان هو وصل استيمالايتس، راح وصل للسوفت تيشو بتاع البرين وعمل انتراكرينيال كومبليكيشنز. يبقى انا عرفت الباثوجينيسيس، انت كان عندك بدا بمجرد انفلاميشن بسيط في الايه؟ في السكيم بتاع الاكسترنال اوديتري كانال، بسبب المناعه الواعه بينتشر للبريكوندريم والبون والبروستيم يعني، فبيروح يعمل لي كوندرايتس اوستايتس واستيمالايتس. استيمالايتس يعني بياكل عظم البيس بتاع السكول، ممكن يدخلني فيه كومبليكيشنز في الايه؟ في البرين. بعد كده السيمتومز، الشخص ده بيجي يشتكي من ايه؟ قالك ان هو بيبدا عنده اوتيتس اكسترنا والسيفير بين. الشخص ده بدا ان هو عنده يبقى سيفير بين بسيط خالص، يعني هو كان عنده بين ولكن مش شديد جدا، هذا البين شديد جدا مش بيستجيب للتريتمنت اللي انا مديهوله، وعمال يزيد يزيد يزيد. تمام. بيزيد وقت الليل اكتر، هذا بيروح بقى يعمل لي كرينيال نيرف افكشن. يبقى انا دلوقتي عرفت الشخص بيجي يشتكي من ايه؟ بيبقى عنده سيفير بين، البين بيزيد بالليل وما بيستجيبش لاي علاج وبيأثر على الكرينيال نيرفز كمان.
طيب الحاجات اللي انا بكررها على العيان دي او الساينس، قال لك في الساينس اول حاجه نشوف السبيكولم، انت بتلاقي اديما هايبرمك اكسترنال اوديتري كانال، اديما ودم كتير في الاكسترنال اوديتري كانال، بتلاقي فيه اوتوريه، وهذه الاوتوريه بتكون سكانتي ساجينس سانجينيوس او بيرلنت. سانجينيوس يعني انت بتلاقي فيه شويه ديسشارج كده فيهم دم، وبيرلنت يعني فيهم بص ودم. طب مين اللي فيها سانجينيوس؟ مالجننت، لكن التانيين كان عباره عن بيرلنت بس او سيروس. طيب اهم حاجه بقى بتميز لي البتاعه دي، المهم تعرفي لي ان هي بيبقى فيها جرانيوليشن تيشو، حاجه كده شبه الفراوليه. الارضيه بتاعه الاكسترنال اوديتري كانال بتبقى فيها جرانيوليشن تيشو، وهذا الجرانيوليشن تيشو عند مين؟ عند البوني كارتليجنس بارت. مهم جدا تعرفوا ان المالجنسي هي اللي بيبقى فيها ايه، مالجننت، بنسميها مالجننت اوديتس اكسترنال، بيبقى فيها جرانيوليشن تيشو عند البوني كارتليجنس بارت. بعد كده نتكلم على الاكسترنال اكزامينيشن، بتلاقي تندرنس، وهذا التندرنس بتحسه امتى؟ لما بتضغط على التريجس او انك بتشد الاوريكل بري او بوست اوريكولار ليمفادينايتس. يبقى الاكسترنال اكزامينيشن عند 3-1، عند الفرانكل، عند الديفيوز، عند المالجننت 1. انت بتلاقي تندرنس وقت ما بتضغط على الاوريكل تشد الاوريكل او انك تضغط على التريجس، بتلاقي بري او بوست اوريكولار ليمفادينايتس. فاحنا بنثبت الحاجات المشتركه والحاجات الجديده بنميزها عشان خاطر ايه؟ نحفظها بسرعه. الانفستيجيشنز اللي بعملها عشان اتاكد من الشخص ده ان هو عنده فعلا مالجننت اوتايتس اكسترنال، اول حاجه انك تاخد كالتشر وسنس، تعمل اختبار كالتشر وسنسيتيفيتي من الديسشارج ده، تاخد عينه من الديسشارج وتروح تعمل لها مزرعه عشان تتاكد من السنسيتيفيتي بتاعتها عشان ايه، تدي الانتي بايوتيك المناسب. تاني حاجه ممكن تاخد بايوبسي من الجرانيوليشن تيشو دي عشان تتاكد ان هي مش مالجننسي، هي جاست ايه، انفلاميشن. بعد كده ممكن تعمل سي تي سكان على التمبرال بون عشان تتاكد ان القلب سليم وما حصلوش اوستيوكاراتيس. ممكن بقى تعمل لي سنجل فوتو ايميشن سي تي، ممكن تعمل سي تي سكان برضو، وممكن تعمل له ايه تاني حاجه، بص هي دي بالفوتونات لكن دي سيتي سكان كانت بالاشعه دي. بعد كده عندنا الراديو ايزوتوب ستاديز، ودي مهمه جدا جدا جدا، ودي بتبقى الموست سبيسيفيك، بتبقى الموست سبيسيفيك، لازم نعلم عليها كده عشان هيجي فيها سؤال. الراديو ايزوتوب بنسميها الجاليوم انتيكنيشن تكنيك، الجاليوم ده بيروح يمسك في الانفلاماتوري سيلز في التيشو، وممكن برضو التكنيشن دي بتروح تمسك في الاس بلاست، وده بعمله ليه عشان خاطر اتاكد من السنسيتيفيتي والبروجنوزيس. يبقى انا عندي تيست مهم جدا في عمليه ايه، المالجننت اوتايتس اكسترنا، دي بتبقى ايه تيست بتاعها راديو ايزوتوب ستاديز، او بنسميه بون اند سكان كونتراست، بون سكان كونتراست. بعد كده الكومبليكيشنز اللي ممكن تعمل، يعني الكومبليكيشنز ممكن يعملها، قال لك هو عباره عن انفلاميشن بيوصل على السكان، قصدي بيوصل للبون، بيقلب استوميلايتس، وصل للسكالبيز فيروح على البرين يعمل كرينيال نيرف بولسي. يأثر على مين؟ أشهر حاجة يأثر عليها السابع ومن 9 لـ11، يبقى النيرف السابع ومن 9 لـ11. هنعالج ازاي؟ قلتلك في أول حالة كده لازم تعمل له هوسبيتاليزيشن، لازم تعمل له كنترول اوف ذيس دايبيتس، لازم انت تمانج الدايبيتس، لازم تعمل ماسيف انتيبيوتيك ثيرابي، تعالجه بالانتيبيوتيك كويس جدا. الكوينولونز بانك تديله يعني كوينولونز او سيرد جنريشن او سيفالسبورين. لازم بقى تعمل ايه، تكمل علاج لغايه ما الشخص ده يخف وتديله انالجيسكس. يبقى انا عرفت ان سيستميك لازم ان انا اعمل كنترول للدايبيتس، اديله ماسيف انتيبيوتيك ثيرابي زي الكوينولونز او سيرد جنريشن او سيفالسبورين، والعلاج لازم ياخده لغايه ما يخف تماما لمده ايه 6 اسابيع، وتديله انالجيسكس عشان تريحه. لوكال تريتمنت انك تديله بقى حاجه في بتاعه كده بنحطها في الودن عشان تدخل الانتيبيوتيك جوه الاند اوف ذا تيوب، بنسمي مثلا الجنتامايسين، بنحطه في الاير ويك. الاير ويك يعني مثلا عند الاذن كده، البتاعه دي بتحطها هنا كده وتدخلي فيها العلاج يدخل لغايه اخر التيوب دي، تمام. وتقعد بقى تعمل ريموفنج للديسشارج ده كله باي سكشن اند دراي موفينج. بعد كده تعمل انتيبيوتيك اير دروبس، هي الانتيبيوتيك اير دروبس دي هتديله دروبس يعني في ايه عشان ايه تكون انتي بايوتيك. سيرجيكال تريتمنت انك ممكن تشيل الجرانيوليشن الموجود ده، وايد بريدمنت بتاعه النيكروتيك تيشوز، يبقى اي بقايا نيكروتيك موجوده تشيلها وتشيل الجرانيوليشن تيشو. مثلا كده نراجع على المالجننت اوتايتس اكسترنا، تعرفها هي انفيزيف فيتال انفلاميشن في السكين لايننج الاكسترنال كانال، بيروح يوصل للبيز بتاعه السكال. هو بيبدا بانفلاميشن بسيط
ممكن ينتشر البريكوندريم والبريوستيوم فيعمل كوندرايتس اوستيايتس اندوستمايلايتس، وممكن يوصل للبيز بتاعه السكال وياكلها ويروح يخش على السوفت تيشو في البرين ويعمل ايه انتراكرينيال كومبليكيشن. تمام. ده بيحصل عند مين؟ الناس الدايابيتك والاميونو كومبرومايزد بيشنتس، وده اشهر حاجه يحصل لهم. يعني من اشهر اورجانيزم يعمل لي المالجننت اوتايتس اكسترنا واحد اسمه سودومونس اورجانوزا، مونس فيها ام، مالجننت فيها ام، فنحاول نبصمجها. عرفنا الباثوجينيسيس، الشخص ده بيجي يشتكي لي من ايه؟ الشخص اللي عنده مالجننت اوتايتس اكسترنا بيجي لك بسيفير بين، هذا البين مش بيستجيب لاي علاج، بيزيد وقت الليل اكتر حاجه، وممكن يعمل لك كرينيال نيرف افكشن. اشهر نيرفات بتتاثر اللي هو السابع ومن 9 ل 12 وكمان الخامس والسادس. بعد كده الساينس، الحاجات اللي انا بلاحظها على العيان، بشوف اديما، هايبريميا في الاكسترنال اوديتوري كانال، وبلاقي اوتورية. هذه الاوتورية او الديسشارج اللي بيخرج بيبقى عبارة عن حاجة صغيرة جدا، شوية صغيرين جدا مثل الديسشارج سانجينيوس انتبيورينت، يعني في دم وفي بص. المالجنة اوتاتس اكسترنال مميزة بالجرانيوليشن تيشو، موجودة فين؟ عند الجنكشن بين البون والكارتليجنس بارت. الاكسترنال اكزامينيشن في التلاتة بتوع ال بكتيريال انفلاميشن كان عندي عبارة عن تندرنس، بيزيد وقت الاوريكل ما تضغط على تشد الاوريكل او انك تضغط على التريجس البري اوريكولر وبست اوريكولر لنفادرانتس. الانفستيجيشنز اشهر حاجة عاملها ان انا اعمل راديو ايزوتوب او بنسميها بون سكان ويز كونتراست، اللي هو مجالي متنشم دول وظيفتهم انهم يحددوا السيفيرتي والبريجنوز بتاعت الحاله اللي انا فيها دلوقتي. بعد كده عندنا الكالشر والسنسيتيفيتي عشان خاطر ايه اتاكد من الانتيبيوتيك اللي انا عاوز استخدمه، باخد بايوبسي عشان استبعد انها تكون كانسر او مالجنسي. بعد كده نعمل سي تي سكان او اللي هو السنجل فوتون اميشن سي تي. بعد كده كومبليكيشن، قالك ان هي ممكن تعمل سبريد انفكشن، تنشر العضله بتاعتها، تعمل استيميلايتس، توصل للتيمبورال لوب في السكال، تبدا تعمل كرينيال نيرف افكشن او بنسميها كرينيال نيرف بولسي. تريتمنت، اول حاجه لازم تدي له سيستميك تريتمنت وتعمل له هوسبيتاليزيشن سريع جدا، تحكم في السكر، تعمل له كنترول، تظبط له السكر يعني. تاني حاجه انك تدي له ماسيف انتي بايوتيك ثيرابي، هدي له كوين لونز وبالاضافه الى الثيرد جنريشن اوف سيفالسبرين. لازم ياخد العلاج لغايه ما يخف وما يوقفش خالص خلال ايه 6 اسابيع. تدي له انالجيسيك اللي هو تريح العيان. لوكال تريتمنت، انك تحط له العلاج بتاعه الانتي بايوتيك ده في حاجه اسمها ايرويك، اللي هي بتبقى عباره عن تيوب كده بتدخلها جوه الاذن عشان خاطر تحط فيها العلاج ويوصل لاخر الاكسترنال كانال. ممكن تدي له انتي بايوتيك دروبس، تعمل سيرجيكال تريتمنت اللي هو انك تشيل جرانيشن تيشو واي ديبرمنت نكروتيك تيشو بره ال يعني اي باقي من التيشوز دي موجوده في المكان، فلازم نشيلها برده مع الجرانيوليشن تيشو. بعد كده نتكلم على البولس مايرنجايتس. احنا كده خلصنا مين؟ احنا خلصنا البكتيريا، ندخل على الفيرال. الفيرال عندنا بولس ماينجايتس والهيربس زوستر. البولس ماينجايتس عباره عن بولة او حاجه بنسميها دم الكبير كده، بسببه فانجاي. الفانجاي اللي بيعمل بولس ماينجايتس انفلونزا فيروس، هون فانجاي هون فيروس. ماشي، احنا عندنا البولس ماينجايتس سببها انفلونزا فيروس. تمام، الفيروس ده بيروح ياثر على السكن اللي بيبقى موجود في الاكسترنال كانال والاوتر سكن اوف لاير تمريك ممبرين. يبقى انا عرفت ان البولس مارينجايتس بتاثر على السكن موجود في الاكسترنال كانال وموجود على الاوتر سيرفيس اوف تمبانيك ممبرين. بعد كده عندنا السيمبتومز، الشخص ده بيجي يشتكي من سيفير ايرك، وكمان بيبقى فيه سيروسانجينيوس اوتيريا بعد الربشر اوف بولي. يبقى انت عندك الشخص ده عنده الم شديد جدا في ودنه، ولو حصل ان البولي دي انفجرت او فرقعت بتلاقي فيه الحاجه اللي طالع منها سانجينيس اوتوريه، يعني بتلاقي الدسشارج بيبقى فيه دم وما بيبقاش فيه فيفر ولا هيروس. بس مهم تعرفي لي ايه؟ ان البين اللي بيبقى موجود بعد البولس ما تنفجر ده بيختفي، بيحصل له ديسابيرنس اهو، دي مميزه جدا تفرق لي بينها وبين الخطير اللي هو الهيربس زوستر اللي تحت. يبقى البولس ميرنجايتس هو بيبقى فيروس بيمسك على السكن بتاع الاكسترنال كانال والاوتر سكن بتاع التيمبانيك ممبرين ويروح بسبب ايه؟ فيروس الانفلونزا. قال لك طبعا السيمبتومز، الشخص بيجي لك بسيفير ايرك وسيروسانجينيس اوتوريا، ده بعد انفجار البولي، والبين اللي بيبقى موجود ده بيتوقف بعد الانفجار، ما بيبقاش فيه فيفر ولا بيبقى فيه هيرلوس. مهم جدا ما تعرفي لي ان البولس والهيربس زوستر ما فيهمش فيفر ولا هيرلوس وهيرنج لوس. يعني الساينس اللي عندنا هنشوفها بالسبيكولم، انت بتلاقي ريتش بولي اون ذا تيمبانيك ممبرين، بتلاقي دي بارت بتبقى على تيمبانيك ممبرين ودي بارت اوف ذا اكسترنال كانال. بعد شويه ايام كده بيحصل لها رابشر والسانجينيوس اكسكلو سانجينيوس ده بيخرج بره، يبقى السائل خرج والبين اختفى
والتمبانيك ممبرين ريمين انتكت. التمبانيك ممبرين بيفضل انتكت زي ما هو. التمبانيك ممبرين بيفضل انتكت زي ما هو. يبقى احنا دلوقتي عرفنا البولس مارينجايتس سببها وهنعالجها بيها، هنعالجها بانالجيسيك مسكن بس. الهيربس زوستر بقى اللي هو الفيروس التنح اللي هو الخطير او الخبيث ده، برضك هو فيروس بيروح يمسك على السكن اللي بيبقى موجود بره على الاوريكل، والسكن اللي بيبقى موجود على الاكسترنال كانال. سببه فيروس اسمه الهيربس زوستر فيروس. حاجات اللي الشخص بيجي يشتكي منها سيفير ايرك سيروسنجينيز ستوريه لو البولي انفجرت، وما بيبقاش فيه فيبر ولا هيرنج لوس. بس المشكله بقى ان هنا ايه، بعد الانفجار البولي بيبقى فيه بين بريزيستنت بين بعد الانفجار البولي. سبيكينج من الاكسترنال اكزامينشن، انت عندك طبعا ريديش بولي. انت كدكتور هتشوف ايه، انت تشوف البولي بتبقى ريديش جدا، وبتبقى الاوريكل ان ذا اكسترنال كانال ريديش بولي، على بولي كده او حاجات موجوده على الاكسترنال كانال والاوريكل بتبقى ريديش، وبتبقى شكلها بالظبط زي ما احنا شايفين في الصوره دي. بعد شويه اسابيع بتربشر ولكن البين بيبقى موجود، يبقى الاكسودات بيطلع ولكن البين بيفضل موجود. نفرق بين البولس مارينجايتس وال الهيربس زوستر عن طريق ان البين بيفضل موجود، لو فضل موجود يبقى ده هيربس زوستر، لو مش يبقى ايه، يبقى دي كانت بولس ميرنجيتس الصوره لحالها. ملحوظ بيقول لك بقى ان الهيربس زوستر اوتيكس ده مي بي اسوشيت ويز ابسيلاترال، بيجي على نفس الجانب واللي هو الموتور فيشال نيرون. هذا الفيروس الخبيث مش بيسكت كمان ان هو بس ماسك في السكن وعمال ياكل، لا ده كمان بيروح ياثر على الفيشال نيرف عن طريق وجوده في الجانيكولت جانجليون، بيروح يعمل لي فيشيال نيرف بولسي. تاني حاجه ان هو موجود مع الكوليكولو فيستيبولار نيرف، فبيروح ياثر لي عليه من السنسوري نيورال هيرنجلوس، سنسوري نيورنج هيرنجلوس يعني بعد ما يخلص. تعالوا نشوف الهيربس زوستر، قلت لك ان هو فيروس بيروح يمسك على السكين بتاع الاوريكل من بره وعلى السكين بتاع الاكسترنال اير، واحنا عرفنا ان هو سببه هيربس زوستر فيروس. تاني حاجه نعرف ان هو عباره عن بيعبر عن الشخص بيجي يشتكي من سيفير هيرك، بيجي لك بسيروس انجينياس اوتوريا، كمان بيبقى الاوتوريا دي بتطلع بعد انفجار البولي، مفيش هيرلوس ولا في فيفر. الحاجات اللي انا بلاحظها بتلاقي ريدش بولي على الاوريكل والاكسترنال كانال، بعد شويه ايام كده بتلاقي الحاجه دي انفجرت وطلع الاكزوديت منها، ولكن البين بيظل موجود، البين بيبقى بريزيستنت. احنا عرفنا ان الفيروس الخبيث اللي اسمه زوستر ده هيربس زوستر بيروح يتاثر، بيبقى موجود على نفس الجانب، بيروح يأثر على فيشيال نيرف فبيعمل فيشيال نيرف بولسي لأنه موجود في الجينيكوليت جانجليون. تاني حاجة بيعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، سنسوري نيورال هيرنج لوس بيفقد السمع في المكان ده due to affection of the cochlear vestibular nerve. بعد كده هنتكلم على الترياد، مهم جدا جدا تعرف ايه خصائص ال رامسي هانت سندروم. رامسي هانت سندروم دي بتبقى ايه، عباره عن هيربس زوستر فيروس له خصائص كده، تعالوا نحفظها. هيربس زوستر اوتيكس بتلاقي فيه فيشيال نيرف بولسي وسنسوري نيورال هيرنج لوس اند فيرتيجو. بيدخلنا في بتلاقي ان رامسي هانت سندروم ده الشخص او اللي عنده السندروم دي بيتميز بايه، بيتميز ان هو عنده بسبب الفيروس الهيربس زوستر عنده هيرنج لوس وفيرتيجو، كمان بيبقى عنده فيشيال نيرف بولسي. يبقى هي الكرايتيريا بتاعه الفيروس اللي اسمه هيربس زوستر، قال لك ان هو الشخص ده بيجي لك باوتولوجيا عنده الم شديد جدا في فيزيكلز او بنسميها بولس، بيبقى عندنا فيشيال باراليسس خصوصا اللي هو السيفنس كرينال نيرف او الفيشيال نيرف، بيبقى عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس. في كل الخصائص دي لما تبقى متجمعه بتعمل حاجه اسمها رامسي هانت سندروم، رامسي هانت سندروم. طيب نعالج ازاي؟ ريح العيان، اديله انالجيسيك، بعد كده اديله انتي فايرال ثيرابي زي الاسايكلوفير، ممكن تديله كورتيكوستيرويدز ان سيفير كيسز ويز افكشن اوف ذا فيشال نيرف. يعني انت بتديله كورتيكوستيرويدز لو هي مؤثره على الفيشال نيرف بحيث ان هو ايه يقل الالم شويه. هاجي هنتكلم على احنا كده خلصنا فيروسات، نراجع عليهم سريعا بس عشان ندخل على الاوتوميكوزيس ودي اخر نقطه نتكلم عليها. دلوقتي عندنا البولس والهيربس زوستر اوتيكس الاثنين فيروسات بتروح على السكن في الاكسترنال كانال، بتزود عند البولس ما بيروح على التمبانيك ممبرين، اما في الزوستر بيطلع على الاوريكل من بره. سبب البولس الانفلونزا فيروس، سبب الهيربس اوتيكس الهيربس زوستر ده هو الهيربس زوستر. تمام السيمبتومز ان الشخص بيجيلك بسيرة كراك وبيبقى عنده سيروس انجينيوس اوتوريا وبتطلع وقت ما بيحصل رابشر للبولي. بس مهم تعرفين ان في البولس مارينجايتس ان بعد الانفجار بتفضل موجود الالم تاني. في البولس مارينجايتس بيحصل ايه ديسابيرنس للبين، لكن في الهيربس زوستر الالم بيفضل موجود وما بيمشيش خالص حتى بعد انفجار البولس. في كلتا الحالتين مبيبقاش فيه فيفر ولا هيرنج لوس. الحاجات اللي انا بشوفها في كلتا الحالتين بلاقي ريدش بولي
بس لما اتكلم على البولس هقول لك موجوده على التيمبانيك ممبرين ودي بارت اوف ذا اكسترنال كانال، لكن في الزوستر هقول لك على الاوريكل والاكسترنال كانال. طيب احنا عرفنا طبعا بعد شويه ايام بيحصل انفجار للبول دي. طيب بعد الانفجار بيطلع الاكسوديت اللي هو اسمه سيروس انجينيوس اكسوديت. طيب طلع لو في احنا لو احنا هنا بالزوستر هقول لك ان الالم بيفضل موجود، لكن لو في البولس مارينجايتس هقول لك ان ما بيبقاش فيه الم. بنعالج بانالجيسكس. بس تعالوا بقى نكمل بقيه الحاجات اللي في الهيربس زوستر. لكن الهيربس زوستر عشان هو خبيث بيروح ياثر على الفيشال نيرف، بيعمل فيشال نيرف بولس نتيجه وجوده في الجينيكلت بادي. تاني حاجه اللي هو بيعمل سنسوري يورا هيرنج لوس وفيرتيكو نتيجه ان هو بياثر على الكوكليو فيستيبولار نيرف. تمام تمام. ندخل بقى على حاجه اسمها رمسيه هاند سندروم، ودي سندروم بتبقى خاصه بالزوستر بيتوفر فيها بعض الخصائص. اول حاجه ان الشخص بيجي يشتكي لك بيوتالجيا فيزيكلز، وكمان بيبقى عنده فيشال نيرف بولسي وسنسوري نيورال لوس اند فيرتيجو. الشخص بيجي لك بيحس ان هو عنده دوار، عنده شلل في الفيشال نيرف، فبتلاقي وشه هوريكم صورتها او مش مهم يعني، شلل في الفيشال نيرف. بعد كده نعالج ازاي بقى؟ مهم جدا تعرفوا الرمسيه هاند سندروم لان الدكتور مأكد عليها. بعد كده التريتمنت، اول حاجه احنا قلنا هنديله انالجيسيك ده الطبيعي بتاعنا، لكن هتديله انتي فايرال ثيرابي ده يا سايكلوفير سواء كان اورال او لوكال. وبعد كده تديله كورتيكوستيرويدز في حالات السيفير او لو كان مؤثر على الفيشيال نيرف. بعد كده نتكلم على الاوتومايكوزيس او الفطريات او الفانجاي. هو فانجل انفكشن على السكن لايننج الاكسترنال كانال. فانجل انفكشن على السكن اللي بيجي على الاكسترنال كانال سببها ايه؟ كوزد اورجانيزم. عندنا حاجتين لما نتكلم على فانجاي، عندنا كانديدا البيكان والاسبرجيلاس نايجر. هنبصمجهم ازاي عشان نحفظ الوانهم؟ اسبرجيلاس فبصمجها في صابر شعر اسود دي كده هنا، الاسبرجيلاس صابر شعر اسود، والكانديدا البيكان اللي هي كندا قلبها ابيض. كندا قلبها ابيض فبتبقى لونها وايت، لكن الاسبرجيلاس نايجر اللي هو صابر شعر اسود فبتبقى لونها بلاك. يبقى احنا عندنا الكوزف اورجانيزم اوتومايكوزيس، اول حاجه عندنا الاسبرجيلاس نايجر ده لونه بلاك، ثاني حاجه الكانديدا البيكان ودي بتبقى لونها ابيض. البيد سبوزنج فاكتور ان الشخص ده واخد قاعد مده طويله قوي بقاله مدة طويلة بياخد لوكال انتي بايوتيك فوقعت له المناعة، لوكال انتي بايوتيك اير دروبس وقعت له المناعة او الخلايا المناعية اللي كانت موجودة في ودنه ما بقتش تشتغل كويس لان هي بيبقى فيها انتي بايوتيك كتير جدا، فبتدي فرصة للفطريات انها تنمو وتقوم بميكانيزمات يعني مش كويسة. او اشهر سيمبتومز بيجي يشتكي منه الراجل اللي عنده اوتومايكوزيس ايتشنج، بيقعد يرش ودنه كتير جدا 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 وده المين سيمبتومز وهيجي عليه سؤال. تاني حاجه ان هو بيجي يشتكي من الهير لوس لان الفانجاي ممكن تقفل لي الاكسترنال كانال، يبقى هير لوس لو قفلت الاكسترنال كانال. بس المشهور عندنا ايه؟ الايتشنج لان هو المين سيمبتومز اوف اوتومايكوزيس. الحاجات اللي انا بلاحظها بقى قال لك احنا بنشوف ايه؟ انت بتشوف اليومن بتاع الاكسترنال كانال فيه وايتش ماس ويز بلاك سبوتس، حاجه بيضه كده وعليها نقط سودا، دي بنسميها ويت نيوز بيبر. انت مثلا عندك ورقه الجورنال لما بتبلها وبعدين بتمسكها تعصرها كده بتلاقي فيها ايه؟ شكلها ابيض وعليها نقط سودا كتير جدا، بالظبط هو ده نفس الشكل. فاحنا هنا عندنا الويت نيوز بيبر بيبقى شكل الحاجه اللي احنا بنشوفها تحت المايك تحت الميكروسكوب او بالجهاز اللي اسمه السبيكولم ده، احنا شايفينه في الصوره اهي، بتشوف شكل الشعيرات او الهايفي دي كده بتاعه الفطر، دي كده الهايفي بتاعه الفطر، دي كده اسبرجيلاس نايجر لان هي لونها اسود وهنا الهايفي بتاعته لونها ابيض، فهي دي كده بتكون الكانديدا البيكان. بعد كده هنعالج ازاي؟ قال لك هو فانجاي فانت بتديله انتي فانجل ثيرابي، بتديله انتي فانجل زي مثلا كلوتروميزول او نيستاتين اللي احنا كنا واخدينه قبل كده، او انك تديله سلسليك اسيد ومعاه الكحول. طيب انا بسكت وبدير عليكم بسكت؟ لا، انت لازم تشيل الفنجاي اللي انت اديته له ده بسكشن او اير ووش، بتشيل الفنجاي بسكشن او اير ووش. يبقى انت اديته انتي فانجل سيرابي او انتي فانجل اير دروبس او كريمز، بتدي له كريم مضاد للفطريات او دروبس في الاير يعني، زي مثلا الاستاتين او الكلوتريميزول. طيب انا ممكن استبدل الاثنين دول بايه؟ ممكن نديله سلسليك اسيد، ده بنسميه كراتوليتيك ان هو بيكسر الكيراتين فبالتالي بيخرج الهايفي من السكن فبيموتها بسرعه. الكحول بقى هو الفنجل الفنجيسايدال اللي بيموت الهايفي، يبقى مين اللي بيخرج الهايفي؟ السلسليك اسيد. مين اللي بيموتها؟ الكحول. احنا المفروض دلوقتي هنراجع بسرعه كده على الميوكوليتيك دي اسمها ايه؟ اوتومايكوزيس. في فطر اسمه كانديدا البيكان او الفطر الثاني اللي اسمه اسبرجيلاس نايجر. كانديدا البيكان قلبها ابيض فبتبقى لونها ابيض، اسبرجيلاس نايجر بيبقى لونه اسود لانه شعره يعني بصمج، يبقى اسبرجيلاس نايجر بلاك، كانديدا البيكان لونها ابيض. بعد كده ايه عندنا دلوقتي؟ احنا عرفنا فانجل انفكشن اوف ذا سكين لاينج اكسترنال كانال سببها الحاجتين اللي احنا عرفناهم دول، بس البريدسبوزنج فاكتور اللي بيزود البلاتين ان الشخص ده يقعد مده طويله ياخد انتي بايوتكس اير دروبس. الشخص بيجي يشتكي من اتشنج، بيبقى عنده هيرنج لوس، وين فانجس ماس اكلودز ذا اكسترنال كانال، لما بتقفل الاكسترنال كانال بيبقى عنده هيرنج لوس. الساين او العلامه اللي احنا بنميز بيها الشخص ده
اول حاجه اللي احنا بنشوفها تحت السبيكولم، بتشوف لي الوايتش، بتشوف حاجه بيضه كده وعليها نقط سودا كتير جدا جدا، سواء الويت نيوز بيبر، النيوز بيبر المبلوله. بنعالجه ازاي؟ قالك ان انت بتعالجه لي بتشيل الفنجس ماس دي، بتشيل الجزء الفطريه دي، بعد كده بتديله علاج انتي فانجل زي الكلوتريمازول ونيستاتين. دي بتبقى في صوره كريمز او انها تبقى في صوره اير دروبس، او ممكن ندي سلسلك اسيد زائد الكحول. الاثنين دول بحطهم مع بعض ليه؟ لان السلسلك اسيد بيبقى كيراتوليتيك، والكحول ده بيكون فانجسايدال اللي هو بيقتل الفانجاي. واحد بيخرج لي الفانجاي من السكين فبالتالي بتبقى موجوده عندي كده، والتاني بيقتلها لي على طول. بس كده يعتبر خلصنا المحاضره. هي كانت طويله قوي عليا بصراحه، خدت مني وقت طويل جدا في التحضير. لو في حد استفاد لا تنسوا بصراحه دعائكم. لو في اي تقصير يعني ارجو من الله ان يسامحنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.